هذه الحلقة برعاية تركسون ومرسالك. انت يعني ليه متى بتروح تشتري الاغراض اللي انا ابريهم؟ ابيك تشتري كلينس ومكسرات وحلويات ومنظفات خضروات وفواكه وعيش لحم ودياي. شش. الو يولي سلمك ابوس يدك. تمام وبعد نايم يعني اللي هم راح خليت اغراض البيت. معك مرسالك وهذه اغراضكم، تفضل. مشكور. عفوا. تفضلي. شلون؟ شلون؟ انت لو بس تهدين عنك الطحنه، اقول لك قالوا لي مرسالك مشوار الطريق ومضبطك. ضبطونا صح؟ صح. اي، الحين ضحكتي واستانستي، يبي عنك الاغراض يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي بي اس اكشن، هذه المرة على اليوتيوب مع حلقة لوكر روم وعودة من جديد بعد التوقف لتوقف الدوري في الفترة الماضية. عدنا لكم في لوكر روم لتغطية الجولة 15 ضمن دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، وأكيد في لوكر روم الوضع مختلف نوعا ما عما يعرض في تحليل وتصوير مباريات دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم في هذا الموسم الاستثنائي، موسم 2019-2020. الحديث هنا أكثر في الحالات الفنية، أكثر في التركيز على حالات معينة تلخص جو المباراة وما حدث من خلالها، وأيضا هناك فقرات متنوعة نستعرض من خلالها تشكيلة الأسبوع وأفضل لاعب وأفضل مدرب، وأكيد من خلال متابعتكم وتشجيعكم وتفاعلكم مع هذا البرنامج يمكن الحلقات الجاية يكون فيها جوائز لكم ما تدرون، يعتمد عليكم على تفاعلكم مع البرنامج. عموما المتابعين من خلال حساب بي اس اكشن وقناة بي اس اكشن على اليوتيوب، ما نوصيكم على سبسكرايب، ما نوصيكم على شير حق اللي حواليكم عشان يتابعون معكم هذه الحلقة، وان شاء الله ما يحتاج نوصيكم على اللايك لان من تعجبكم الحلقة بتطقون لايك بروحكم. خلكم معنا متواصلين معاكم في هذه الحلقة ومع محللين الفنيين من خلال هذا اللقاء. خلوني أرحب بعلي عبد الرسول. يا أهلا مرحبا فيك علي. يا أهلا مرحبا فيك منيرة، مسا عليك وعلى أبو علي وعلى الأخوان خلف الكواليس جميعا. أكيد. يا أهلا مرحبا فيك كابتن حسن المسوي. مرحبا محمد، مسا عليك وعلى الأخوان وعلى السادة المشاهدين، إن شاء الله تكون حلقة اليوم متميزة إن شاء الله. بإذن الله راح نبتدي معاكم أكيد بنتائج الجولة 15 لدوري ناصر بن حمد الممتاز في هذا الموسم الاستثنائي اللي انطلقت يوم الأثنين بلقاء وحيد بين الحالة والشباب اللي انتهى بنتيجة سلبية 0-0. في اليوم الثاني من هذه الجولة هناك لقاءات قمة كبيرة كانت بين المحرق والرفاع الشرقي، المحرق الذي تفوق بثلاثة أهداف لهدف ويعتلي من خلالها الصدارة بعد احراز هذه الثلاث نقاط، مع خساره الحد في اللقاء الثاني من الرفاع بنتيجه ثقيله على اثرها خسر الصداره وذهب الى المركز الثاني باربعه اهداف للا شيء. اليوم الاخير كان بين المنامه والبسيتين، ايضا نتيجه سلبيه 0، واللقاء الاخير بين النجمه المتوهج مع الاهلي المتعثر بشكل كبير 2-0 للنجمة في هذه الجولة. راح ندخل معاكم ومع المحللين لقاء بلقاء نتكلم عن الحالات الفنية بشكل محدد بتفصيل أكثر تلخص حالة المباراة وأبرز ما يمكن ذكره من خلال هذا اللقاء. بنبتدي مع مباراة الحالة والشباب وهي المباراة الأولى. حسن المسوي، مباراة الحالة والشباب كانت انطلاقة الجولة، المباراة يمكن أكثر ما تداول في الشارع الرياضي، مملة، مباراة ما فيها أي شيء، لكن خلنا نطلع من نطاق هذا المصطلح، المباراة المملة، المباراة الضعيفة فنيا، المباراة اللي ما فيها شيء، وخلنا نركز على جزئيات ربما المشاهد غفل عنها خلال اللقاء ممكن احنا نواجهها لها سواء للشباب أو الحالة. شلون شفت هذه المباراة؟ صحيح محمد، الكل قال ان المباراه كانت فقيره فنيا، عطفا على الفريقين كانوا يحتاجون النقاط، كانوا يحتاجون النقاط لانهم ينافسون على الهبوط، فرغبتهم في المباراه لازم تكون اكبر من اللي احنا شفناه. مثل ما قلت احنا دايركت نروح على اللقطات، انا بس في لعبه بشيد فيها في حارس مرمى نادي الشباب
علي عيسى. نعم. إذا يحطون لنا اللقطة الإخوان. هي ركلة جزاء كانت في توقيت مبكر في المباراة وقدر أنه يتعامل معها بشكل زين. ركلة الجزاء اللي نفذها محمود عبد الرحمن رينجو. نعم. اللاعب قدر الحارس قدر انه هو يتعامل مع اللقطة بشكل جيد ويخلي فريق الشباب يكون موجود في المباراة. قدر انه هو يقرا يمكن هو قاري لعبات محمود من قبل. لان محمود العادة اننا نعرفه انه ما يضيع ركلات جزاء. صحيح. فهو ممتاز بتنفيذ الركلة لكن علي قراها بشكل جيد وقدر انه يحافظ على تركيزه في المرمى ويخلي فريق الشباب في المباراة موجود. نعم. فهذا الشيء يحسب له ما كانت سهلة الركلة يعني الركلة في أقصى زاوية لليمين للحارس. لا الركلة كلش ما كانت سهلة وحتى هو راحته حق الكرة كانت متميزة. نشوف اللقطة هني. اي ممتاز كان يعني تصدي للكرة كان ممتاز. هو أعتقد أنه قرأ اللعبة قبل محمود ينفذ. أعطي كريدت على ذي الشيء. هو أتوقع أنه هو كان له فضل كبير أن المباراة تطلع بالتعادل ولا يخسر الشباب نقاط المباراة هذه. جميل. علي هناك حالة فنية حاب أنك تذكرها من خلال لقاء الحالة والشباب اللي ممكن إحنا نوضح فيه شلون كان هذا؟ طبعاً أنا كنت موجود في الاستوديو التحليلي وشاهدت المباراة كاملة 90 دقيقة. بمنيرة الفريقين قدموا مباراة ضعيفة جدا فنيا. اخترت حالتين حق تلخص حال المباراة. توقع الشارع الرياضي بكله يعرف شنو اللي صار في المباراة شنو مخرجات المباراة. احنا بندش في اللقطات دايركت اللي تلخص حال الفريقين. احنا بندخل على اللقطة الأولية دقيقة 16 محمد اللي تبين لك سوء الانتشار لما احنا بنتكلم عن فريق. خلنا نرجع باللقطة شوي من البداية. لاحظ أنت الكرة لما تطلع هني محمد بالنسبة حق فريق الشباب لفريق الحالة فريق الحالة في الارتداد الدفاعي. لاحظ المنطقة هذه بمنيرة يعني إذا بنكون احنا دقيقين هذه المنطقة كلها محمد يعني. نعم. بدون أي تغطية أو رقابة الظهير اليمين. أعتقد علي الظهير اليمين هو اللي الظهير اليمين هو اللي سبب. لكن أنت لاحظ أيضا الفراغ أيضا هني. لاحظ أنت هذه الأريا. شوف المنطقة هذه كلها وين قلب الدفاع الثاني. صحيح. وين الظهير الأيمن اللي موجود هني. الظهير علي هذه الظهير الأيمن يعني اللي ضغط على اللاعب اللي عند الكرة. أنت في منتصف الملعب وإن كنت في حالة تحول سريع من باب أولى أنك أنت لو أخذت القرار الصحيح بأنك أنت تتمركز في مكانك وتأخر اللاعب بدل اندفاعك. إذا احنا بنرجع في اللقطة لاحظ أنت الاندفاع في هذه المنطقة اللي هو نتج عنه. إذا بنمشي في اللقطة اللي نتج عنه في نهاية المطاف هجمة خطرة حاولوا يتداركون الوضع. لاحظ أنت التشتيت ترجع حق لاعب علي حسين سعيد اللي اختار قرار التسديد بينما هو لو مرة خلنا نكون واقعيين وكان غير أناني ومرر الكرة هني كانت فرصة واعدة كان ممكن أن الفريق يسجل منها هدف آخر. لأن هذه فرصة صريحة لفريق الشباب. يتبين لك الوضع في دفاع نادي الحالة. وأخذنا بالمثل أيضا لقطة في الدقيقة 59 بمنيرة تبين لك أيضا سوء الوضع على الجانب الآخر. الفريقين تشاطرة وخلنا نكون دقيقين السوء في التنظيم ككل. لاحظ أنت هذه اللعبة بمنيرة. لاحظ اللاعب رقم 3 لما احنا بنتكلم عن مدافع رقابة دفاعية. لاحظ انت اتجاه نظر اللاعب وين. هو فقد الاحساس بهاي اللاعب محمود الحايكي اللي كان مندفع
وكان بإمكانه إنه لو نكمل اللقطة يتعامل بشكل أفضل من... بشكل أفضل ويسجل هدف. الفريقين وصلوا للمرمى والفريقين يمتلكون أضعف خط هجوم على مستوى الدوري، وأتوقع الفرص اللي شفناها تبين الواقع الحال بأن الفريق يفتقد إلى التركيز في الحالة الدفاعية، وأيضا يعاني من مشاكل في تسجيل الأهداف بحكم أن الفريقين يعتبرون الفريقين مسجلين 12 هدف على مدار الموسم بمعدل أقل من هدف في المباراة بمنيرة. هاي شيء كبير. نتكلم عن نادي الشباب هو أسوأ خط دفاع على مدار الموسم، فكانت المباراة تتكلم عن نفسها، فريقين غير متواجدين. اللي يمكن اللي يستغرب بس على أساس نختم حديثنا عن هذه المباراة، أتوقع رغبة الفريقين في الفوز والحاجة الملحة على أساس أنت تبعد عن شبح الهبوط، ما شفنا الروح محمد اللي بالفعل من الدقيقة 16 اللاعبين تمشي في أرضية الملعب. كان منظر يعني شيء مستغرب حقيقة من فريقين يمتلكون نفس الدافع ويمتلكون نفس الحظوظ تقريبا في الهروب من 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 من, من خلينا نقول مراكز المتذيلة الترتيب والنزول لدوري الدرجة الثانية. قبل ما ننتقل حق اللقاء الآخر أبي بس توضيح من 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 منكم كمحللين فنيين ولاعبين سابقين في الجزئية الأخيرة اللي ذكرتها علي لما قلت الروح، لاحظت أنا يمكن الجولة هذه أغلب الفرق كانت سواء فايزة أو خسرانة كانت أو تعادل كانت تتكلم عن مسألة الروح غير موجودة. حسن اليوم العامل البدني هل ممكن الروح تغطي خاصة في ظل الأجواء خلينا نقول التعيسة اللي يلعب فيها مضطر الاتحاد إنه يسير الدوري في هذا التوقيت، خاصة إن عادة يكون هذا الوقت من السنة هو مرحلة بداية الإعداد للفرق ويكون أيضا مجهد ومتعب بالنسبة لهم. اليوم قاعد يلعبون مباريات مصيرية في هذا التوقيت، الجو صعب لا محالة ولا أحد يقدر يقول لا، الوضع البدني للاعبين زائدا أن يعني مسألة الروح سواء يفوز الفريق أو يخسر لا زال الناس تقول الروح غير موجودة، وين المشكلة في هذا الجانب؟ محمد الروح تقدر تشيلك ربع ساعة 20 دقيقة بس، ما تقدر تعطيك 90 دقيقة طول المباراة أنت ما تقدر تلعب بروح إذا أنت بدنيا مو جاهز، هذا الشيء مستحيل. من كذي إحنا دائما يعني نشدد على أو ننصح اللاعبين إن هم يهتمون في الجانب البدني عندهم، يهتمون في الأكل، يهتمون في النوم، يهتمون في طريقة حياتهم، لأن هاي الشيء هو اللي بيخليهم متميزين في الملعب. الجانب البدني هو اللي يخليك متميز. أنا محمد شفت كذا لقاء حق لاعبين بدون ذكر أسماء من فرق اللي خسرت في ذي الجولة، كلهم يقولون إحنا مو بعارفين إيش قاعد يصير في الفريق. صحيح. إنزين كذا واحد قالوا نفس الشيء. صح. إنزين إذا أنت كلاعب ما تعرف إيش قاعد يصير، مين بيعرف مثلاً؟ يعني إذا أنت في موجود في الفريق وفي المنظومة وفي النادي ما تعرف إيش قاعد يصير، غيرك ما بيعرف، ترى اللي برا النادي ما بيعرفون. فمسألة الروح لازم تكون موجودة، الروح والدافع لازم يكون موجود حق فريق قاعد ينافس على الهبوط. لكن إذا الفريق أو اللاعب محمد مو بجاهز بدنيا ما بيقدر يعطيك. صحيح. أنا بعطيك مثال، لاعبين الرفاع نفسهم اللاعبين اللي كانوا بداية القسم الأول. صحيح؟ صحيح. يمكن تغييرات بسيطة، إضافات من لاعبين الشباب، إضافات من لاعبين شباب، استغناء عن محترفين، استغناء عن محترفين. زين، شو اللي خلى لاعبين الرفاع يلعبون بهالروح في ذي الفترة من الموسم؟ هو أول شيء عقلية مدرب، هو اللي يغير روح اللاعبين، هو اللي يزرع فيهم إنه يطلع منهم أحسن شيء فيهم. يعني عقلية مدرب، اللاعبين شلون يستجيبون حق المدرب، الإعداد البدني. يعني في امور لازم الجهاز الفني والاداري يوفرها حق الفريق على اساس انه هو يقدر ينافس او يقدر يجيب لك شيء. لكن انت اذا بس بتعتمد على الروح وانت بدنيا مو بجاهز ما بتقدر. لاعبين الشباب والحاله، انا شفت لقطات من المباراه في الدقيقه 70 لاعبين يعني خلاص كانوا منتهين.
دقيقة 17-18 يعني أول ثلث ساعة أبو علي لاعبين يمشون في أرضية الملعب. يمكن أنا ما بزيد على كلامه غير إنه هو الإحساس بالمسؤولية أكثر منه. خلنا نقول جميل الإحساس بالمسؤولية. بس أنا أبي الحين اليوم شنو اللي يخلي الروح موجودة أو ما تكون موجودة؟ محمد الغيرة على اسمك على ناديك على نفسك على 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 دائما يعني هي عقلية. محمد مسألة الروح ما ممكن تكتسب من وجهة نظري. الروح هي شيء مزروع في اللاعب، هي فطرة في اللاعب، حالة حال أشياء ثانية في عالم كرة القدم، مثلا مهارة التهديف، الأمور الثانية هذه تكون مزروعة فيك. يعني اليوم احنا شفنا لاعبين يعني مثلا على سبيل المثال لما أنا بتكلم عن الروح، لما الكرة دول التحام بيني وبين لاعب مسافة متر أو متر ونص، وأنا عارف أهمية هذه المباراة، ممكن أن أنا أعطي فوق الطاقة اللي أنا أقدر. إذا أنا أقدر أعطي 80% أنا أحط على روحي 10-20% أكثر في أرضية الملعب أقاتل فيها ولو أن أطلع مصاب. يعني أنا إذا بتعرفني الروح شنهي، هذا الروح محمد أن أنا أعطي فوق طاقتي. بس اللي خليها موجودة وما تكون موجودة الرغبة محمد، الرغبة 100% الرغبة من اللاعب. ما أتكلم عن ظروفك أنت مثل نزول أو صعود أو بطولة، لا انت كلاعب يعني how bad you want it، على اساس انت how bad you work for it. هي ما بتكون شيء مجرد برغبة انت ترغب فيها وبتيك، لا، اذا انت رغبان فيها انت بتعمل لها علشان تحصلها، وفي مجموعة من الامور انت لازم تسويها علشان تقدر تطلع بروح وصورة جيدة. واكيد اهم عامل منها العامل البدني بمنيرة. جميل، خلنا ننتقل الى اللقاء الثاني، لقاء المحرق والرفاع الشرقي، اللقاء اللي انتهى بنتيجة 3-1 للمحرق، مباراة للجماهير المحرقوية يعني ربما تكون مرضية على مستوى النتيجة، مرضية نوعا ما على مستوى التغيير اللي حدث لباكيتا، التغيير اللي كان الناس تطالب فيه، لكن أيضا لا زال الجماهير لا يرى الروح المحرقوية موجودة داخل الفريق. حسن محمد صعب ترضي جمهور المحرق، لأن جمهور المحرق دائما يبي مستوى ويبي أداء ويبي بطولة. أنت إذا وفرت له المستوى والأداء بدون بطولة بيزعل، أنت إذا وفرت له البطولة بدون مستوى بيزعل، فهو يبي الشيئين مع بعض. إذا بنتحكي عن مباراة الشرقي والمحرق، المحرق طبعا طلع بصورة فنية أفضل من مباراة النجمة، وأنا أعطي ذي الشيء بسبب عوامل كانت غايبة وأهمها برنس اللي تواجد في ذي المباراة وقدر أنه هو يحقق الفارق في المباراة. أنا بس ببتدي في لعبة، أول لعبة إذا خلونها للإخوان، أول لعبة صارت في أول دقيقة صارت لعبة لصالح المحرق، لصالح الرفاع الشرقي. في كرة كانت ميتن، كرة رجعت حق حمد الدوسري. نعم. في ذي اللعبة أنا بس حاب أتكلم عن حمد ما حد يختلف عليه إنه هو واحد من أفضل الحراس في الدوري عندنا، وهو حارس منتخب ويملك الخبرة الكافية والإمكانيات الكافية إنه هو يكون نجم ويكون نص الفريق، مثل ما نعرف الحارس دائما هو نص الفريق. جميل. حمد في ذي اللعبة غلطة خلته خارج المباراة من أول دقيقة. انت كمدافع او انا كمثلا مدافع او كلاعب، اذا عندي حارس بحجم وثقل حمد الدوسري في اول دقيقه يكون مرتبك بهالشكل، بتكون في مشكله في الفريق، بتصير في مشكله في الفريق. تشوف حمد هني ما تعامل مع اللعبه بشكل زين، كان تياغو قدر يسجل فيها هدف من اول دقيقه ويخلص المباراه تماما على الشرقي، لكن الكره ضاعت وهاي الشيء اثر على حمد في لقطه ثانيه احنا بنتكلم فيها، الهدف الثالث كان علي هدف برنس الثالث. أنا بس امتداد حق ذي النقطة، أنا بتكلم في الهدف الثالث بالنسبة للمحرك، وبقول لك إن حمد كان غير مركز في ذي المباراة وما قدر إنه هو حمد وخط الدفاع. خط الدفاعي لام، يعني في لوم على خط الدفاع، لكن الكرة محمد كانت بعيدة، يعني قول المحرق الثالث الكرة كانت بعيدة ما قدرنا. الهدف الثالث موجود غير موجود إنزين. على ما يجهزونه الشباب، الهدف اللي كان فيه خطأ في خطأ من الظهير الأيسر، ايه اللي حاول يرجعها في كروس من سانكوس،
لإيفرتون كانت تقريبا على خط ال 18 محمد. نعم. رأسية من خط ال 18 الدش على حارس في طول بي. حمد الدوسري يعني صعب صعب يعني. هذه الهدف الأول. هذه الهدف الأول حق أمين بن عدي كان بعد من عرضية. هذه الهدف الثاني. شوف هني إيه نوقف هني اللعبة. إنزين هني إذا نرجع حق الهدف الثاني في الرأسية كانت من على خط 18 تقريبا بين 18 وركل إيه؟ ونقطة الجزاء. إيه على خط 18 يعني إيه نشوف اللعبة هني إيه الكروس من السنكوس شوف تقريبا هني نقدر نقول ان الرقابه كانت اوكي الرقابه كانت متواجده من المدافع سلبيه اي في رقابه في مان تو مان اوكي المان تو مان كان متواجد في خط في منطقه الجزاء بين المدافعين والمهاجمين بس انت لاحظ بعلي اوريدي خذ عليه خطوه ايفرتون خذ عليه خطوه يعني رقابته كانت سلبيه صحيح رقابته كانت سلبيه عقب ما لعب ايفرتون الكره في هني يعني انا اتكلم عن حارس يملك طول حمد ما شاء الله عليه طويل فيقدر يشيل اللعبه يعني كان هو كان المفروض يقرا اللعبه ويشيلها يعني انا ما اشوفها لعبه صعبه مع ان فيها تمركزه ما كان ما توافق في تمركزه مع ان الفينشينج مال ايفرتون كان يعني فينشينج مهاجم قناص لكن في النهايه حمد ما دخل المباراه بشكل زين اساس انه هو يقدر يساعد الشرقي في ذي المباراه ف يعني انا اتوقع ان حمد ما توافق في اللعبه واللعبه الاوليه في الدقيقه الاولى جميل. وهذا الشيء اللي كان سلبي على فريق الرفاع الشرقي بصراحه صحيح يعني عدم تركيز حمد الدوسري عدم تركيز خط الدفاع بالكامل كثير من الامور اللي خلت الرفاع الشرقي يظهر بصوره باهته جدا بغض النظر عن اخر 10 دقائق يمكن اللي كان فيها نشاط البديل اللي دخل واخطاء او خلينا نقول فتور لاعبين المحرك نوعا ما بعد تقدمهم بثلاثة أهداف على محمد الشيء الغريب أن معه تواجد طبعا فلورين مترو كمدرب جديد على رأس جهاز على رئاسة الجهاز الفني لنادي الرفاع الشرقي ولكن الأخطاء ما زالت تتكرر هي نفس الأخطاء محمد مباراة بسيتين الفريق مستقبل هدف عن طريق كرة عرضية اليوم نرجع بنتكلم عن مباراة المحرك مع الشرقي نفس الشيء نشوف لقطة الهدف الثاني اللي تكلم عنها أبو علي لاحظ أنت الفريق في 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 عملية الشراسة يعني في بعض الأمور والجزئيات يعني إذا إحنا بنتكلم اللاعب يعني ما ممكن في هاي الوضعية لما الكرة في نص ملعبي أنا أترك تقريبا مسافة يعني نتكلم عن ما قلها 3-4 متر بمنيرة كان مفروض في المقام الأول قبل ما إحنا نحمل اللاعب اللي في 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 خط الدفاع اللي هو بنتكلمنا عنه عبد الله شلال مسؤولية الهدف بدرجة ثانية وحمد الدوسري كان من باب أولى أن اللاعب يتجه إلى خلنا نقول السنكوس قبل لا ينفذ الكرة العرضية أي كرة عرضية في هاي المنطقة بتكون خطرة فكان الوضع عبارة عن تكرار لنفس الأخطاء مع تغير العناصر بمنينة لكن نفس ما قلت يمكن في الشوط الثاني نوعا ما حدثت ردة فعل وفتور من نادي محرك ولكن أيضا استمر غياب التركيز في الهدف الثالث اللي سجله برينس فهي علي ودي على نفس اللعبة أنا مكان ما وقفت إذا توقفها لي أبي تعليق حسن على يمكن هو علق على الهدف وعلى إيفرتون وحمد الدوسري لكن أبي أنا قبل الكروس مكان ما وقفت مساحة التمركز الدفاعي حسن إذا بتحدثني عن التمركز الدفاعي في هذه اللعبة كشكل نشوف الخاتمة ماسك لكن الحين أنت على خط 18 هل هذه التمركز الصحيح ولا مطلوب من قلوب الدفاع واحد منهم يأخذ خطوة وراء عشان يقرأ ويكشف الملعب هني يعني عبد الله شلال اللي في عمق الدفاع هو يعني مارك مع إيفرتون صحيح كلامك صح محمد المفروض عبد الله شلال ياخذ خطوه او خطوتين بعيد عن إيفرتون شوف لعبه الهزاع مع برنس هو معطى شوي فتش معطى شوي جاب انه يقدر يقرا الكره يعني عبد الله لو معطي جاب مع إيفرتون كان يقدر يقرا الكره قبل إيفرتون وياخذها منه لكن لانه هو كان لاصق في إيفرتون في إيفرتون طلع اذكى واسرع منه قدر ياخذ اللعبه تمركز صحيح
لكن مثل ما قلت لازم يكون في لاعب ماخذ جاب شوي، انه مو بجاب يكون عود على اساس انه انت ما تلحق على المهاجم، ولا يكون جاب صغير على اساس انه هو يسبقك. فاللي اشوفه ان كلامك محمد صحيح، عبد الله المفروض يرجع خطوتين ورا وعينه تكون على الكره وعلى ايفرتون. في النهايه هي محمد قراءه مدافع، المدافع يقرا متى الكره بتيجي وين بتيجي ويجي قبل المهاجم. هاي شيء مدافع، هذه أبجديات. صحيح، في مدافعين محمد يقرون صح أذكية، يعني حتى لو المدافع حتى لو المهاجم متفوق عليه في الطول وفي البنية، لكن هو بذكاء يقدر إنه هو يطلع قبل المهاجم ويقطع الكرة. هاي شيء ما صار مع عبد الله شلال، والشيء ذي اللي عطى إيفرتون تفوق إنه هو يسجل في اللعبة. يمكن بضيف نقطة، إحنا أيضا لو 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 الكرة على فرضا تم إبعادها من قبل أحد خطوط الدفاع، أنت شوف المنطقة هذه، خلنا نسوي الماركينج بطريقة صحيحة. نعم. هاي المنطقة دي، هذه المنطقة ترى كان لاعب جمال راشد موجود، لو كانت التشتيت سيئة، لو التشتيت لو التعامل، معناته كان في أيضا عندك مشكلة في خط وسط الارتكاز. نعم. أنت كان المفروض، وأنا من وجهة نظري وإذا بتكلم يعني بصراحة، اللاعب دي البرازيلي علامة غير استفهام موجود كبيرة. علامة استفهام، مسؤول عن أهداف كثيرة. المباراة اللي الفريق تسجلت فيه من كرتين عرضيتين، أي مباراة في إحدى المباريات الحد السابقة، هدفين، هو الهدف الكرة الرأسية اللي تسجل منها عبد الوهاب المولود وهو كان المارك ماله، والهدف الثاني الرأسي اللي سجله أحمد بغمار على الفيرس بوست، اللاعبين الاثنين شاردين منه في الرقابة. هذه اللاعب يمثل علامة سؤال كبيرة في تواجده في خط وسط ملعب، والدليل على ذلك هو واضح يمكن على الشاشة إذا الشباب بس يرون، أن اللاعب كان مفروض على الأقل يكون متواجد في هذه المنطقة على أساس يحمي خط الدفاع في السكند بول في الارتدار. هاي يوضح لك مدى تشتت وخروج لاعبين نادي الرفاع الشرقي من أجواء، أنا إذا بكون يعني منصف الدوري ككل محمد، لأن الموضوع ما لم يدخلوا الأجواء ليخرجوا منها، يعني من, من, من تكرارات للأخطاء ومع مدرب جديد. فالموضوع أتوقع مش موضوع بس جهاز فني، صحيح. المسؤولية مشتركة محمد، أكيد. اللقطة الثانية علي، طبعا لقطة هدف الشرقي، أعتقد علي هدف الشرقي يعني هذه هدف الشرقي، طبعا بنتكلم عن خطا كبير ومجهود فردي من 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 لاعب في مساله الضغط. يعني هي ما اعتقد هي منظومه عمل تعمل على الضغط بهذه الطريقه. السؤال اللي طرح نفسه اتوقع ابو علي بيتطرق حق هذه النقطه، السيد محمد، يعني السيد محمد سيد الحراس، يعني واقف اللعبه عليه هنا، واقف اللعبه تبيها هنا، اي هني 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 بس. انزين، مثل ما قال علي، احنا اليوم خلي اسمحوا لنا الحراس شوي بنضغط عليهم، لان حراس في حجم حمد وسيد محمد جعفر هاي الاخطاء مو مقبوله منهم، اكيد بكل صراحه. يعني اثنيناتهم يمثلون المنتخب، انت تتخيل هاي اللعبه تصير في مباراه منتخب واحنا نلعب على تصفيات كاس العالم ومباراه مهمه وتصير هاي الاخطاء غير مقبوله. إذا نرجع حق اللعبة، تشوف محمد وليد رجع الكرة حق سيد محمد، مش اللعبة، الأمور طبيعية هني. سيد بخبرته هني بس وقف اللعبة، قبل اللعبة هني هي ما تبين، سيد فتح يده إنه قال حق المدافعين إن أنتوا فتحوا لي، وسع لي الملعب، وهذا شيء طبيعي يصير. السيد المفروض هني يلعب باص حق وليد أو يلعب حق امين او يشيلها، هاي 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 الشيء يعني كل الخيارات متاحة، كل الخيارات متاحة، حتى هذا خيار اول صح، هذا الخيار الثاني عدل. والخيار الثالث هو التشتيت، هو التشتيت، يعني الخيار الثالث بيكون تشتيت، يلعب فوق، حتى اللاعب كان بعيد عنه شوي. في ثانيه واحده سيد محمد جعفر غير قراره في ثانيه واحده، انا ما فهمت هو شنو كان بالضبط بيسوي، ترى ليهني هو كان ممكن يتصرف، ممكن يطلع، لان المدافع اليمين ايمن بن عدي فاطمي، ليهني الكنترول خذها على برا، هني كان ممكن هو يمرر، ما زال عنده زاويه تمرير عميقه بالضبط، ممكن حتى كان يقدر يشتت الكره على برا الملعب،
ممكن هاي الخيار باب الامان. هو كلاعب خبره يعرف ان انا اشتت الكره برا ما بيسبب لي احراج كثر ما سبب لي في اللقطه دي. صحيح. يعني السيد بروحه عرف انه هو انحرج في اللعبه انزين، وما يليق لك كلاعب كحارس منتخب انه يكون في ذي الموقف. فما توافق سيد محمد جعفر، واتمنى ان الاخطاء هذه ما تتكرر منه وسجل من هال. وهو بعد نقدر نقول انه ضغط المهاجم بعد ينحسب له، يعني المهاجم ما قال اوكي خلاص ان الكره بعيده عني وبخليها، يعني هو ضغط على سيد محمد جعفر وقدر انه ياخذ الكره منه. لكن الملام في ذي اللعبه سيد محمد جعفر، يعني انا استغربت من قراره، فنتمنى هاي الاخطاء ما تتكرر. يعني يمكن بعد لو نشوف الهدف الاول محمد، بعد هو تاكيد لمشكله نادي الرفاع الشرقي في الكرات العرضيه. صح ثابت اي طالع. يعني انت تتكلم عن مدافعين براز عالي، المدافعين الوليين يخلون لي هاي اللقطه شباب، بس شغلون لي الايباد تعطون الكاميرا. احنا قلنا رقم 15 السبب في شنو محمد؟ في الاخطاء الكثيره. يمكن انا هاي ما لاحظتها اثناء تحليلي والتحضير. لاحظ امين بن عدي مين المارك ماله، ايضا البرازيلي. لاحظ انت هو متكاتف مع مين؟ اهني. لاحظ هو شارد من عند مين؟ لاعب رقم 5 لاعب نادي محرك. لاحظ اللي سجل الهدف مين؟ خلنا نرجع بالبطيء. لاعب جميل شرد من عند نفس اللاعب، وجد نفسه وحيد داخل المنطقة. الشرقي يبتدون صح زين، بس في النهاية الأمور تطلع من يدهم يبتدون صح من ناحية التمركز تقصد كشكل، بس الرقابة بعدين قبل لا يعكسها برنس هم متمركزين صح، لكن عقبها شي يصير قلة تركيز في ثانية ثانيتين يسجلون عليك. هذه اللقطة الأخيرة كانت في لقاء المحرق والرفاع الشرقي، أعتقد يعني مباراة فيها كثير من الأخطاء من بدايتها من الدقيقة الأولى، وأكيد فيها غياب تركيز وغياب روح غياب مسؤولية وغياب كثير من الأمور في هذه اللقاء. وأعتقد يعني الفائزين فريق المحرق أيضا جماهيرهم يعاتب، فما بالك الرفاع الشرقي اللي جماهيره يعني يحمل في قلب الكثير من الشجن مع نادي الرفاع الشرقي في هذا الموسم، خاصة بعد العودة من المشكلة جائحة كورونا. يعني لما بنتكلم عن وضع الرفاع الشرقي في هالموسم غريب محمد، ابتدى بشكل سيء من بعد القسم الثاني، الفريق توهج بشكل كبير أداء ونتيجة، يعني وركز على أداء، هو ما كان نتائج محط صدفة. نعم. كان في عمل، كان في أسلوب، كان في شكل للفريق، لكن من بعد الجائحة الدروب اللي حدث للفريق يعني شيء مستغرب. يعني وفي أضعف الإيمان، احنا نعرف لما يقال الجهاز الفني والإداري ويتم جلب جهاز إداري وفني جديد، يمكن اللاعبين اللي فقدوا الإحساس بالمنافسة على مراكز معينة في الملعب يرجعوا اللاعبين، ممكن يعني معناته الفريق العامل النفسي مفروض يتغير يعني الأخطاء نفسها تتكرر، الكرات العرضية علي هني في برجع على كلام حسن في هذا اللقاء بعد اللقاء اللي صار مع اللاعب بكر هوساوي، قال ما ندري شنو صار بالضبط. اليوم اللاعب يقول ما ادري ايش صاير، اللي برا اسوار النادي ايش يقول؟ يعني انت عايش داخل اسوار النادي مع الفريق من بدايه الموسم، مع كل جهاز فني واداري متواجد، مع كل عنصر موجود معك من او انطلاقه الموسم الى اليوم، ما تعرف شنو صاير؟ لا نعرف، محمد الدوسري قالها من بعد مباراه البسيتين لما اخوك قال، اتمنى ان الكلام غير صحيح، ولكن يبدو ان كلام حمد الدوسري صحيح. في بعد مباراتهم مع البسيتين حمد الدوسري طلع في وسائل الاعلام وتكلم، قال الفريق في ناس جايه تلعب وفي ناس مو جايه تلعب باختصار شديد. يعني ف يعني اذا لاعب من افراد الفريق يلقي بالمسؤوليه امام وسائل الاعلام على
لاعبين زملاء فهذه كارثة. يعني توضح لك حجم الفوضى اللي موجودة داخل غرفة الملابس في نادي الرفاع الشرقي محمد، واللي تأكد أن المسألة أكبر من جهاز فني وإداري. اليوم المجلس إدارة متواجد ومتابع بقيادة سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة، دائما متواجد ومتابع. أيضا نائب الرئيس الشيخ عبد الله بن محمد متواجد بشكل كبير ومساند للفريق، ويحاول أن يلبي كل احتياجات الفريق. من الفرق اللي يعني في الجانب الإداري العمل ممتاز بالنسبة لهم في هذا الموسم والموسم صحيح. المنصرم من أكثر الأندية اللي فيها عمل إداري مميز من ناحية تلبية احتياجات الفريق الفنية واللاعبين وكل ما يطلبونه. فيعني اليوم مجلس الإدارة قاعد يوفر كل شيء، لاعبين ما قاعد يحاولون يساعدون نفسهم أو يثبتون إنما مجلس الإدارة يأخذ موقف. مو بالضرورة هذه الكلام ما ياخذ موقف، مو هذا هو احنا هاي اللي احنا مستغربينه. يعني انا من وجهة نظري في لاعبين الدروب اللي حدث فيهم مهول مسف، يعني في الانخفاض في المستوى ما ابي اكون يعني في بعض اللاعبين حتى ملامح وجهه محمد كانه تو قاعد من النوم. خلينا نكون واقعيين، اذا يعني فعلا اللي موجودين في متابعين لفريق الرفاع الشرقي يفهمون في البادي لانجويج وفي ملامح اللاعبين وممكنهم قراءة وجوه اللاعبين. في لاعبين كأنه وكأني بها محمد للحين راقدة إلى هذه يعني لها الدرجة، فالوضع واضح أنه يتحملون اللاعبين بجزء بشكل كبير، اللاعبين يتحملون جزء من مسؤولية اللي قاعد يصير فيها الفترة، لأنه مو معقول محمد. صحيح اللي قاعد يصير مو معقول بالفعل مع نادي الرفاع الشرقي، مو نادي الرفاع الشرقي فقط، بنعرج بعد على بعض الأندية اللي أيضا اللي قاعد يصير وياهم مو معقول. لكن خلنا ننتقل إلى اللقاء الثالث، لقاء القمة اللي كان يعني محط أنظار الجميع، لقاء كان بيغير من شكل مسار البطولة إلى أي مسار، أو يخلي الفرق في حيرة، يجدد آمال بعض الفرق ويزيد المنافسة على اللقب الرفاع والحد. الرفاع داخل بقوة، 4 أهداف للا شيء. بتكلم عن نقطة مهمة ربما تكون سبب كبير في هذه المسألة. أول نقطة حسن حابة أتكلم عنها، الرفاع والضغط العالي اللي دخل في المباراة اللي أربك حسابات فريق نادي الحد في البداية. صحيح، أول نص ساعة الرفاع ضغط على الحد بشكل غير طبيعي، سبب ارتباك حق فريق الحد، والحد هم دشوا المباراة مو بجاهزين، هم ما كانوا جاهزين نفسيا بحكم الأمور اللي صارتهم. إحنا يعني أغلب المتابعين ما كنا نعرف شنو اللي صاير في نادي الحد، اللي عقب ما طلع رئيس الجهاز وصار في واحد من الحسابات إنه قال إن ظروفنا قبل المباراة كانت وايد صعبة، فالرفاع ما عطى الحد أي فرصة إنه هو يدش في المباراة. نص ساعة كان يلعب بريس عالي عليه، وقدر في نص ساعة يسجل هدفين ويريح روحه. في لعب في هذه لعبه الهدف لا هذه تسجيله محمد، هذه لعبه الهدف الاول. اذا بنتكلم عن ذي اللعبه علي، بنتكلم عن ذي اللعبه قبل ما نتكلم عن اللعبه اللي موجوده حسن، خلني انا اخذ علي في نقطه، لان اللعبه اعتقد لها ارتباط وثيق بهذه النقطه اللي راح نتكلم عنها. غياب محمد عبد الوهاب علي والزج باحمد بوغمار في هذا المركز الجديد عليه في هذا التوقيت من الدوري، في هذه الحاجه الماسه للثلاث نقاط، في هذا الوضع المهم. اليوم احمد بوغمار يدخل في هذا المركز خاصه مع غياب لاعب مؤثر مثل محمد عبد الوهاب. طبعا اول شيء نتمنى الشفاء العاجل لاخونا اللاعب محمد عبد الوهاب، تاثيره وثقله في خط وسط فريق الحد لا يخفى على احد. قوه نادي الحد هالموسم تتمثل في قوه خط الوسط اللي بامكانه ينقل الفريق من حال الى حال. يمكن اللي صار يعني ولا ياخذوني الاخوان في نادي الحد هو نتيجه عدم تجهيز البدلاء اللي تكلمنا عنها من مباراة المحرك. أنا يعني مع كل الاحترام والتقدير لأفكار الكابتن محمد الشملان، وأنا ما أتكلم، فأنا أتكلم عن وجهة نظري في اللي قاعد يصير. لما أنت تضطر أنك أنت تعاقب لاعب نفس طلال الشروقي، وبعدين أنت يبقى أمامك حل واحد بأنك أنت تدفع بحسين ريان
وانك تختار احد لاعبين الدفاع اللي يمتلكون خلينا نقول السرعه على اساس يوقفون كوميل في خط الوسط ويساعدون موزس، فوقع الاختيار على احمد بوغمار بدلا من انك تعتمد على اللاعب اللي موجود على الدكه اللي هو جاسم عليوي. لو الكابتن محمد الشملون في بعض المباريات اللي كان مخلصها عطى جاسم العليوي شويه وقت، هذه مركزه، وجاسم لاعب جيد شاب واعد ما اخذ فرصته الكافيه لحد الحين، ما اعرف مدى جاهزيته، ولكن هو لاعب خط الوسط اللي موجود كحل عند الكابتن محمد الشملون على الدكه. جميل. اليوم لم يوفق، هي قراءه مدرب قراها الكابتن محمد الشملون بان انا الافضل اعتمد على اللي بدا وياي الموسم ولعب في الموسم، من ان اني ادفع بلاعب نفس جاسم في مباراه هامه، واتوقع هو احد ابناء نادي المحرق اذا ما خابتني خانتني الذاكره، خاف من رد الفعل النفسي، فما فقراه انه يخلي احمد بغمر ولم يوفق. علي خل ناخذها من باب القراءه اللي ممكن تكون من 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 قراءه الشملون وبها من قراءتك انت. اليوم احمد بغمر شنو من المهام المناطبه حسب يعني حسب مواصفات اللاعب، كمواصفات لاعب عنده القدره بتقنيه عاليه في اللعب بالكره بالتمرير الطويل القصير، شنو المواصفات اللي في احمد ممكن تخلي في هذا المركز خلت الكابتن محمد الشملون يفكر في احمد بغمر انه يلعب في هذا؟ يعني احنا اذا بنرجع حق التشكيله، ولا واحد من خط الدفاع منهم الاربعه ممكن تستخدمه كارتكاز غير احمد بغمار، لكن انت فقدت لاعب مدافع يصنع اللعب من الخلف ايضا 100%، وانت خلقت مشكله في 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 التجانس في خط الدفاع، وانا الوم فيها طلال الشروقي في المقام الاول. طلال انت لاعب يعني وصلت المنتخب، يعني التصرف اللي قام فيه طلال يعني ما ينم عن 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 احترافيه في العمل، ولا ينم عن مدى تقديره لنفسه. هذه مثال على الروح لما بنتكلم بمنيرة، لما أنا أعطى الفرصة في عمر شاب يتم اكتشاف مركز جديد لي من قبل الجهاز الفني، وأوصل حتى إلى مصاف المنتخب الأول، أي مثلا أيا كان السلوك اللي هو قام فيه، ولكن هو سلوك كلفه مركزه في الفريق، فهو حط هو من الأسباب اللي خلت الفريق في هذا المأزق. صحيح. اليوم لو طلال كان موجود أتوقع ما كان بيكون هذه الحال، كان ممكن أنه يقوم بتغييرات تكتيكية أخرى في على مستوى خط الدفاع ومستوى خط الوسط والتعامل مع ظروف المباراة. ولكن أرجع للمشكلة في المقام الأول محمد، البدلاء الفارق بين البديل وبين اللاعب الأساسي في 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 الحد، مو بس من 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 ناحية المستوى، بل من ناحية الجاهزية المباريات اللي إحنا إحساس المباراة. محمد أنا بدي بس أضيف نقطة على علي. صحيح انا اتفق معاك ان الكابتن محمد الشملون ما توفق في 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 مركز احمد بغمر، لكن حتى لو احمد كان متالق في ذي المباراه ما كان بيبين سبب سوء نادي الحد كفريق. طبعا 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 الفريق كان طبعاً سيء، الفريق ككل كان سيء، الفريق احنا ما نحمل لاعب فرد، والدليل احنا ما بنحمل احمد بغمر، مجرد القرار القرار كمواصفات لاعب في هذا المركز. لا انا انا شنو اللي قصدت ان حتى لو احمد كان متالق في المركز ذي ما كان بيبين، لان الفريق كله كان سيء. وخلنا نعطي الكابتن علي عاشور كريدت في الاسلوب اللي خذاه، هذه شيء ثاني اسلوبه يعني ايضا إيه؟ انت يعني سبقتني في فاجأ الكل. صحيح انت سبقتني في ذي الشيء، لكن شغلتين انا بس باكد عليهم، ان الفريق كله كان سيء. يعني حتى لو احمد كان متالق ما كان بيبين، لان الفريق ككل كان سيء. انا من زمان ما شفت سيد محمد عدنان بهالسوء، عباس ما شفته بهالسوء، موزز اللي احنا من بداية الدوري نمدح فيه في ذي المباراة موت انه كان موزز، كان شخص ثاني. صحيح. الفريق كان كرة ضائعة ولاعبين يتمشون عدم تركيز، بس في النهاية احنا علي بعد ما نقدر ننسف 14 جولة تألق فيها الحد بسبب مباراة واحدة. يعني بنكون احنا ما بنكون منصفين، لان انا شفت وايد حسابات انهم وايد كانوا قاسين على الحد في ذي المباراة. لا هي ظروف مباراة، هي ظروف مباراة. يعني احنا ما نحمل غياب محمد وهاب، هو ولا ثقل لكن الفريق ككل كان سيء، وهذه ظروف تحدث للفرق، ولكن كان في لها اسباب. صح، في اسباب. نرجع حق الاسباب، نقدر نشوف محمد، نشوف الهدف الاول يعني اللي كان بداية الكرة يعني تشتيت خاطئ، يعني الهدف المبكر كان دور كبير بمنيرة في اللي صار، ويبين لك
الحالة اللي قاعد يعيشها. هذه بدايتها؟ شوفها من البداية علي، لأن على ذكر حسن سيد محمد عدنان كان التشتيت ماله في البداية. طبعا التشتيت هي تشتتت من اللاعب سيد محمد عدنان بدون أي تركيز، ونزلت عند أحمد بغمار. عند أحمد بغمار وفقد السيطرة عليها وخذاها كوميل اللي صوله. بس هل معقولة إن نتكلم عن 1 2 3 4 5 6 7 8 كلهم موجودين؟ علي خليك عن ذل، أنت تتكلم عن الأربعة اللي موجودين اللي مع صوله. إيه يعني صدق تكلم عن الأربعة اللي موجودين مع صوله. إذا مش اللعبة علي، مش اللعبة قبل لا يكسر صوله ويشوت. هني بالضبط. شو يسوي راشد الحوطي ايضا؟ يعني هاي دفاعات وبخليهم حق ابو علي. لا من وقفه اصلا انك قلب الدفاع، انت عمق الدفاع، انت تقرا الكرات ابو علي. محمد احنا حتى لو نكون، انا قلت لك اللاعبين كانوا سيئين نفسيا، لكن انا حتى لو اكون سيء نفسيا في ابجديات في الدفاع، في امور احنا ما حد يختلف عليها. ما يصير المهاجم يطوفك بذي الشكل مين ما يكون. يعني انت في النهايه 4 لاعبين مع صوله، ولا واحد فيهم كان اجريسيف معه، ولا واحد فيهم. انت مجرد لا تكون اجريسيف معاه يمكن تصيد الكوره او مثلا الطقه ويطيح، الحكم ما يحسب له ضربه جزاء. يعني في وايد سيناريوهات موجوده، لكن صح. انت تخليه بالسهوله ياخذ الكره ويكسر عليك ويشوت. المشكله الكل يعرف صوله، والكل يعرف شو يدور عنه صوله، وبيدخل على داخل ويعطونه. يعني راشد الحوطي وقفته اذا بتشوفها وكانما بايع روحه، طالع هني طالع. شلون انت تفتر كذي محمد؟ انت لاعب دفاع بتعرف الدوران اللاعب راشد الحوطي، بالاضافه الى اندفاع الكابتن سيد محمد عدنان هني في هذه اللحظه. واضف الى ذلك محمد الفارس من بداية الهجمة سوف تفاول تكتيكي، خلاص خلص الأمور. محمد الفارس هني عقب ما راحت حق صولة اندفعت عليه ويا الكنترول، خلاص سوف فاول وقف اللاعب. لاعب مهاري، لاعب يمتلك التسديد ويمتلك كل المواصفات الفنية، تواجده بالقرب من منطقة الجزاء يمثل مشكلة. حسن هو ذكر آخر شيء إن محمد فارس ممكن يوقف اللعبة، لكن أنا وجهة نظر قول أنت رأيك فيها وحللها، أنا بس مجرد تصور بعطيك. سيد محمد عدنان خلص الكرة بشكل خاطئ، سقطت أمام بوغمار لم يتعامل معها بشكل جيد، فتشتيت في المقام الأول عند سيد محمد عدنان لم يكن بالمناسب، كان بالأعلى بدل ما يكون للأمام أو بعادها عن المرمى. سقطت على 18، بوغمار لم يحسن التعامل معها، راحت للرفاع، رجع مرة ثانية في مجال لتصحيح هذا الخطأ. أيضا السيد محمد عدنان يدخل في تغطية خاطئة وقراءة خاطئة في قطع الكرة والتمركز لهذه الكرة. اليوم في هذه اللعبة تحديدا قلوب الدفاع أحمد بغمر اللي عادة ما يصحح كل الأخطاء، اليوم تواجد في مكان عرض لنا يكون أكثر عرضة للخطأ. السيد محمد عدنان المفروض يكون يصحح هذه الأخطاء، اليوم هو من يتسبب بها. صحيح، انا قلت لك بداية كلامي في المباراة، قلت لك انا صار لي فترة طويلة ما شفت السيد محمد عدنان بهالسوء. موضوع التشتيت خلينا نخليه على صوب. احمد بغمار مو من اللاعبين اللي يمتلكون المهارة انه هو الفيرست تاتش ماله يكون هو مدافع صح ويطلع كرة صح من ورا، لكن هاي المهارة يمتلكها لاعبين النص والمهاجمين. كرة تي من فوق تنزل فيرست تاتش تكون كنترول. هذه بعد نقول ان احمد ما يلام فيها. انا الوم المدافعين الاربعة اللي خلوا صولة هم كنهم كانوا يدافعون على الكورنر ما يدافعون على الجول. صحيح، انت اذا تشوف اللعبة كنا عيونهم على الكورنر، الخطورة في الكورنر مو في الخطورة في الجول. نعم. فانا مستغرب انت الاربع لاعبين شلون، حتى لو اللاعب يكون مهاري شلون يطوفكم بهالسهولة. يعني فريق متصدر ومباراة مهمة، هاي الامور المفروض ما تكون مقبولة. جميل. علي قبل ما ننتقل حق اللقطة اللي بعدها خلينا نتكلم عن الرفاع. هذه أول اختبار له أول اختبار مهم منذ العودة من بعد التوقف لجائحة كورونا.
الكل قال ان الرفاع ما واجه فريق قوي، يعني يمكن لاقى لبستين نتائج اللي حققها الكبيره في اول لقاء كان لبستين اللي فاز باربعة او خمسة اهداف، وبعدها بعد ما واجه من الفرق الكبيره فقالوا يعني الرفاع ما واجه فريق قوي كي نحكم عليه انه هو بالفعل راجع بهذه القوه. الرفاع اليوم امام المتصدر باربعة اهداف. لا شيء، احنا تكلمنا عن مدى جاهزية الرفاع من بعد التوقف، وتكلمنا عن مدى جودة الفريق، وتكلمنا وقلنا ان فريق الرفاع الافضل والاكثر اقناعا على المستوى الفني وعلى مستوى النتائج. فاللي قاعد يصير هو ليس محض صدفة. ثانيا، اصطدم بالمتصدر في اسوأ الظروف، من كذي كانت النتيجة قاسية عليه. والرفاع احنا تكلمنا اليوم ممكن فارق الأهداف يلعب دور في عملية حسم الدوري، والرفاع لما في بداية العودة كان يضيع الفرص، وتكلمنا احنا قلنا خلي الفريق لما يقدر يسجل 10 يسجل 10، يقدر يسجل 20 يسجل، ممكن بعدين فارق الأهداف يكون عامل حاسم في عملية تحديد المراكز. فريق يمتلك أقوى خط هجوم في الدوري بفارق يفوق ال 15 هدف، يمكن إذا ما خانتني الذاكرة عن أقرب المنافسين 44 26، أكثر من 15 هدف إذا ما كنت غلطان، هم 44 أكيد 26 محرك، معدل عالي للتهديف في كل مباراة. فاللي قاعد يصير شيء طبيعي، لكن اللي شد انتباهي يمكن هالمباراة التعامل كابتن علي عاشور مع قراءته لهذه المباراة بالذات. عندك لقطة لهذا التعامل؟ يعني المباراة كلها تتكلم عن التعامل، هني بنتكلم عن اللقطة اللي فيها يبين تبين لك الوضع. 28 علي، 44 حق محرق، و 28 حق 44 حق الرفاع، 28 حق المحرك، يعني فارق كبير، النص الا شويه يعني فارق كبير بين اول وثاني، فارق كبير. لاحظ انت هني بمنيره الفريقين في عمليه سجال على اساس يحصلون الكره، والحد ما زال هو اللي يمتلك زمام الامور. يمكن هذه لقطه ابو علي بيتكلم فيها يفصل فيها لنا، هاي لقطة الجول الثاني علي صحيح؟ لقطة الجول الثاني تبين لك ان الفريق في عملية الضغط. لاحظ ترجعها لي علي من البداية، لاحظ انت هني، انا بس اعطي محمد مثال على الانضباط صحيح. بالنسبة لعمل نادي الرفاع، لعمل نادي الرفاع اذا بنتكلم عن كل لاعب محمد شوف تمركز، شوف تمركز، هذه في لاعب هني ضاغط على لاعب صولة على جهة التمرير هو موجود، كوميل موجود، لاعبين هني عاملين بلوك عن ان لا يكون في امكانية قطع لزاوية التمرير. محمد شغل كبير كبير كبير، سبق الهدف، وهاي اللي صعب من مهمة الحد. واذا نمشي في اللقطة حق بعلي، رجع لي اللقطة علي من البداية، مثل ما قلنا بساعة الحد كان سيء، لكن انا ما اقدر يعني ابخس حق نادي الرفاع في ذي المباراة اكيد، وقراءة الكابتن علي عاشور. الجول هذه بيبين فيه طريقة لعب الرفاع ضد فريق متصدر ومنافس مباشر. نشوف اللعبة من البداية، زين هني اوكي، هني قبل هاي اللعبة كانت كان في تمريرات من لاعبين الرفاع كانت بجودة عالية. ليه ما الكرة انقطعت هني؟ هني بتشوف في تشتيت الحين، هاي شيء اللي ما كان متوافق فيه نادي الحد في ذي المباراة، كان يشتت كور ويلعب كور طويلة وايد. لاحظ الضغط، تشوف الضغط هني، تشوف محمد الضغط هني، لاحظ الضغط العالي اللي قاعد يمارسه الفريق حتى في عملية التحضير من عند حارس المرمى. إذا بنرجع في اللقطة هني بمنيرة، لاحظ هشومي وين؟ هشومي عامل هاي بريس على عباس على اساس لا يعطيه الاريحيه بانه حتى يرفع راسه ويبتدون عمليه التحضير، وهنا ما يقدر العباس. هني طالع انت الانتشار لاعبين فريق الحد، لاحظ خط دفاع الحد محمد، اتوقع الصوره تتكلم عن نفسها وتتكلم عن تمركز اللاعبين بشكل يعني المفروض في هذه اللقطه سيد يكون فاتح، سيد يكون هني عدل صح. انا غلطان ولا صحيح؟ أنا صح. صحيح، على اساس يعطي زاويه تمرير صحيح. وحسين ريان المفروض يكون نوعا ما فاتح هني. اكثر فاتح هني صحيح، هما اربكه واوراق الحد الرفاع في الضغط العالي. ف
في اول نص ساعه انهم قدروا يوصلون حق الشيء اللي يبونه وسجلوا هدفين وكانوا مرتاحين ارتاحوا اول نص ساعه هنا اخذوا زمام الامور كلها. الكابتن قدر كابتن علي عاشور قدر ياخذ المباراه في اول نص ساعه وذي الشيء اللي ما توقعه الكابتن محمد شمله. لاحظ هذه يوضح لنا اذا بس نرجع بالفيديو لاحظ هني السلو ترانزيشن اللي قاعد يصير على النادي الحد. لاحظ انت سرعه الهجمه هني هذا الجول هني يبتدي من هني. لاحظ الوقت بس تلاحظ التحضير تلاحظ الكاونتر اتاك. خلينا نشوف الكره 1 تاتش 2 تاتش نوقف هني خلى شوي بس عشان نوضحها حق السادة المشاهدين. هذه كرة الهدف. هاي كرة الهدف. لاحظ أنت 5 ثواني محمد من بعد بدء الكرة من عند سيد شبر 5 seconds ولاحظ الارتداد السريع والتحول في 5 ثواني. مع أنهم كانوا واحد. أقل عدد هم من لاعبين الهدف. 2 3 4 5 لاعبين in 5 seconds almost في نص ملعب الخصم ولاحظ الارتداد البطيء من الفريق. المنافس الحد 1 2 3 4 5 6 فقط. المفروض اللاعبين يكونون متمركزين بشكل بدون ترابط في الخطوط واذا بنكمل اللقطة محمد لاحظ الوقت اذا بنرجع بس على الهجمة انا الوقت خذ الوقت نبي من طلعت من عند سيد أوكي. شبر اوكي اتوقع في 15 ثانية خلص الهجمة 15 ثانية والفينيشينج كان على مستوى عالي شيء تعودنا عليه من كوميل لما يكون هو في الفورم 13 14 اي تقريبا 13 ثانية 13 ثانية هاي شغل ترى 13 ثانية عشان اسجل هدف بكل اريحية بانتقال سلس من الحارس. هذه ما يصير هاي شغل مدرب علي بالضبط شغل مدرب. هذه مو شغل عبث مو شغل مو مدروس وهذا شيء مو صدفة. ترى في ناس للحين ما عطوا الكابتن علي عاشور حقه في ذي الامور. في خل اقول لك انا نقطة عشان تعطي كابتن علي عاشور حقه ولا حد يقول لما نتكلم عن مدرب او عمل شخص ان احد ممكن يطبل له او يمدحه او يرفع له. العمل هو من يتكلم عن الشخص. خلينا نتكلم عن هذه النقطة حسن اللي راح النقطة هي من ستوفي كابتن علي عاشور حقه. الرفاع استقبل اهداف في جميع مبارياته مع عدم مباراة الحالة والحد هذه المباراة اللي فاز فيها 4-0 من بعد العودة من من من, من الجائحة. الرفاع أخطاء الدفاعية أصبحت مقارنة بما كانت عليه قليلة جدا جدا وتكاد لا تكون هناك أخطاء وهذه واضح إن ما نزل عليهم من السماء الوحي صحح هذه الأخطاء. لا طبعا طبعا في طبعا عمل. في شغل في شغل لا. لما احنا قعدنا ويا الكابتن علي عاشور وأشرنا لبعض الأمور ما كانت الأمور عبث في أكشن صار من قبل الفريق. يعني فريق الرفاع استطاع أن ينظم صفوفه. مشكلة الست بيسز تخلص منها. اللاعبين المحترفين لما شاف أن لاعبين الموجودين المحليين بجودة أفضل مشى محترفين ما خلى إلا صولة. في أندية ما تسوي ما في حد يسوي بالضبط في أندية بس تخلي محترف لأن أنا دفعت فلوس وجيت وانضربت فيه وأكمل في الموسم. لا ما يمشي ذا الكلام. اللي يعطي في داخل الملعب يأخذ نصيبه وممكن يلعب. الأمور واضحة في الرفاع وهاي اللي يعني الهدف وغيره من اللقطات اللي أيضا موجودة. يعني مثلا بنشوف هذه اللقطة مثلا الدقيقة 53 جميل تبين لك أن الحد تم اختراقه بكل الطرق. هذه يعني هل يعقل لاعب بحجم سيد محمد عدنان يعني حرم يعني مو حرام بس لاحظ اللاعب شلون شرد من الرغابة. هل يعقل مامادو هل يعقل لفريق متصدر الدوري ان نشوف لاعب في البوكس
ايزي كروس على السكند بوست، ما تتكلم ان فيرست بوست قائم اول وفي اندفاع على القائم الثاني، وما كانت حتى الكره العرضيه كروس شوت قوي، كانت لوب فيها من اللوب، يعني سرعتها ما كانت عاليه. هاي التعامل في لقطه ثانيه اتوقع بعد حق كوميل، كره في ورا خط الدفاع، انضرب خط الدفاع صح. كره طويله، يعني الحد في دي المباراه من سوء تم اختراقه بكل الطرق، مع ان احنا نعرف ان الحد من افضل الفرق في الكور العرضيه، يمتلك مامادو، يمتلك بغمار، يمتلك سيد محمد عدنان اللي يعتبر نقطه قوه في الكرات العرضيه. هاي يبين لك ان الفريق ذهنيا غير حاضر بتاتا في هذه المباراه. وبدأ بنكمل اللقطات بنشوف في فرصة في الدقيقة 73 علي، دقيقة 73 وفي فرصة في الدقيقة 82 وفي الدقيقة 93، كل هالفرص فرص للرفع، فرص محمد يعني كلها المرتدات والرفع متفوق على دقيقة 73. هذه لك بعد بتشوف عندك المايك، شوف هني هني واقف علي اللعبة، واقف شوف هذه مرتدة 4-2، وانت تشوف ان حتى لعب النص متاخر لحين ما رجع، يعني الشاشه ما طلعت اللاعب اللي متاخر لحين ما رجع. في شغله علي لازم وين احنا هني وين هني وين هني وين انا في شغله بعد علي ان حبيت في رعونه في لاعبين الرفاع، ترى تكلمنا عنها من قبل بعلي في التعامل مع الفرص، يسجلون إيه؟ ويضيعون وايد صح يعني هاي اللعبه المفروض ما تضيع، مو مستحيل هذه اللعبه ما تضيع 4-2، يعني مستغرب انا شلون تضيع. لاحظ انت 2 سكندز، 3 ثواني لين بينوا وعشان ما نطول اكثر علي، في الدقيقه 82 نفس اللعبه، وفي الدقيقه 93 نفس اللعبه، يعني كل فرص ما التعامل معها تم، ما تم التعامل معها بشكل جيد او بجديه اقل، ما تم تسجيلها الى اهداف. خلنا ناخذ اخر نقطه في هذه في هذا اللقاء، الحد ما زال في المنافسه، يحتاج لخدمه من طالع الرفاع خصوصا، طالع شكل الدفاع محمد، طالع شكل الدفاع في اللقطه. بس قبل لا نمشي عند المباراه لاحظ بالنسبه حق الحد إيه؟ شوف 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 صوله هني واقف اللعب علي، شوف شوف المهاجم وين، شوف المسافه يعني يعني شيء غريب، يعني احنا نستغرب من شيء من فريق متصدر وكان متميز في الانضباط الدفاعي وتمركزه الدفاعي، لكن يعني نتكلم في ذي المنطقه كلها شو اللي قاعد يصير؟ هذه الحين انت تشوفها جديد انه كانه هاجمين على الرفاع، مو ان الرفاع هو اللي هاجم، لما صح. انت تشوف ذي اللقطه صح. بهالشكل وكانه يعني مو معقول الفراغ اللي موجود، يعني الفريق الحد ما حضر هاي المباراة من وجهة نظري، ما كان موجود صحيح، هو ما حضر في هذه المباراة لكن هو حاضر في المنافسة علي. يعني مباريات القادمة الحالة المنام البسيتين، الرفاع عنده مواجهة مباشرة مع المحرق، وفي حال انه وقف الرفاع فاز على المحرق معناته قاعد خلينا نقول يعطي أفضلية حق الحد في حال الحد قدر يأخذ 9 نقاط القادمة. هل هي بالفعل مواجهات الحد أسهل نسبياً كونه بيواجه الحالة منام البسيتين؟ والله أنا من وجهة نظري لا، لأن الدافع موجود، راح ينافس ناس على شفا حفرة من الهبوط على قولتهم، لكن ذلين اللي على شفا حفرة عالي رقبة ما عندهم، يعني إحنا شفنا حتى ذلين اللي المفروض يشيلون روحهم ما تدري شو يصير. يعني أنت ممكن يحدث رد فعل متأخر عند أحد هالفرق، ممكن يحدث وممكن أنه يصطدم فيه فريق الحد، والحد إذا ما خانتني الذاكرة ويا الحالة انتهت 1-0 الدور الأول، ما كانت سهلة، ما بتكون مهمة سهلة للحد ولا ممكن أن احنا نقيس المباريات. أنا من وجهة نظري المحرق والحد والرفاع في مسابقة كؤوس، اللي يبي ياخذ اللقب يفوز المباراة كلها، يفوز في المباراة كلها وتشوف جدول الترتيب شو يصير. الرفاع يحتاج خدمة انه يتعثر الحد وياخذ 9 نقاط اللي باقية، المحرق الوحيد اللي مصيره في يده عنده 9 نقاط، ياخذ 9 نقاط راح يتوج باللقب. الحد لا، ينتظر خدمة من الرفاع على امل انه هو يكمل مشواره وياخذ 9 نقاط ويفوز بالدوري.
الامور ما تنقاس بهالطريقه. احنا ما راح نقيسها بهذه الطريقه، احنا علينا ان احنا ننتظر ونتابع الثلاث جولات القادمه ونشوف ما تسفر عنا من نتائج. بس مباراه المحرق والرفاع راح يمتلك مباراه المحرق والرفاع يوم الاثنين بتعطي انطباع او بتبين بشكل اكبر اللقب اللقب وين متجه. هذه بيكون لنا حديث مفصل عنها لاحقا، لكن الحين قبل ما ننتقل الى اللقاء الاخر خلنا ناخذ اتصال من نجمنا الدولي مهدي حميدان المحترف في صفوف نادي القادسية السعودي والذي يعني مؤخرا صعد الى دوري محمد بن سلمان للمحترفين. اكيد سعيدين بتواجد هذا النجم وظهوره بشكل مميز وبشكل ملفت للانظار. قدم مستوى كبير يليق به شخصيا ويليق باللاعب البحريني ويليق بلاعب منتخبنا وبمستواه الفني ووصوله إلى دوري المحترفين. كابتن مهدي حميدان يا هلا مرحبا فيك في برنامج لوكر روم على بي اس اكشن، حياك الله. الله يحييك، اهلا وسهلا فيك. ارحب اخوي حسن الشرناوي على عبد الرحمن. حبيبنا يا ابو صالح الف الف مبروك. ألف مبروك مهدي، ألف مبروك يا مهدي. حبيبي مهدي ميدان، سعيدين جدا، مبروك هذا الصعود، مبروك هذا التألق، ومو غريبة عليك تميز والمستوى الفني الراقي اللي قدمته مع فريق القادسية السعودي، المستوى المشرف لنا كبحرينيين أكيد نفتخر جدا بك مهدي حميدان. حدثنا عن مشوارك في الصعود خاصة بعد العودة من جائحة كورونا وعودة عجلة دوران الدوري من جديد والنتائج الإيجابية اللي تحقق في هذه الفترة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، قبل كورونا كان مركزنا الرابط عندنا مباراة مسجلة. بعد الكورونا اشتغل رئيس النادي والإدارة سووا لنا معسكر في قدمنا مواجهات كثيرة في نادي الاستثمارات ضمن الاتفاق وفرق المحترفين. الحمد لله يعني كل مباراة كانت إيجابية. طبعا فريق ناوي إنه يصعد يلعب بالمركزين. رجعنا من الكورونا، أول مباراة كانت مباراة صعبة. طبعا الدوري الأولى معروف السعودية دوري طويل، مباريات كثيرة وسفر كبير. صحيح. كثير. والحمد لله قدمنا مباراة مباراة. وقدرنا نحسم الصعود قبل جولتين من نهاية الدوري. جميل مهدي، يمكن الأوضاع في الدوري السعودي مختلف شوية نوعا ما عن دورينا المحلي، خاصة في الفترة الأخيرة عندنا في الدوري المحلي. هناك الكرة القدم لعبة جماهيرية بشكل كبير، وفريق نادي القادسية تحديدا فريق ذو شعبية كبيرة في المملكة العربية السعودية وفي الخبر تحديدا. شلون تعاملك مع هذه الجماهير العاشقة لنادي القادسية؟ طبعا يعني يختلف كثير يعني السعودية عن البحرين، لأن السعودية يعني لعبة متابعة بشكل كبير. كل الفرق الدوري الأول أو دوري المحترفين تابعت مبارياتك، الإعلام قوي وما يرحم، فكان في ضغط شديد يعني القادسية يرجع إلى دوري المحترفين بعد ما هبطنا لفافر وفريق بجمهورات وشعبية كبيرة، فكان الجمهور يضغط. والحمد لله يعني اللاعبين اتفقوا وأدوا يعني وعدوا والحمد لله رب العالمين. جميل جميل مهدي، مستمر أنت مع القادسية في دوري المحترفين إن شاء الله؟ حين الموضوع في الإدارة يعني ما كبير ما يكون مواصلين إن شاء الله في هاي الأيام المقبلة خبر كبير. في عروض ثانية؟ هو أكيد في عروض ثانية في الدوري السعودي تحديداً أو خارج السعودية؟ في برا
في البحرين وبرا البحرين. فبس أنا يعني إذا أفضل النادي القادسية أن أستمر معهم. جميل، مرتاح مع النادي القادسية؟ إيه الحمد لله. تمام، انزين خل اخذك انا من نادي القادسيه شويه وارجعك الى النادي الاهلي في البحرين. هني النادي الاهلي مهدي بشهاده الجميع منذ خروجك للاحتراف الخارجي، وفريق النادي الاهلي في حال يرثى له، شكل مختلف تماما عما بدا به الموسم مع مهدي حميدان والكابتن عيسى السعدون. تركت فراغ كبير في فريق النادي الاهلي، من وجهه نظرك شلون تشوف فريق النادي الأهلي اليوم اللي يتأثر بهذا القدر من التأثير بخروج لاعب، ولا انتقاصا من قدرك؟ أكيد أنت لاعب مؤثر ومؤثر بشكل كبير ونجم لا يختلف عليه اثنين، لكن شلون فريق بهذا الحجم فريق النادي الأهلي يتأثر كل هذا التأثر لحد الآن مو قادر يصحح أوضاعه منذ خروج مهدي حميدان؟ طبعا يعني ما انا اعتقد في رايي ما له شغل مهدي حميدان. اختلف وياك. انت هداف الفريق. اختلف وياك مهدي، كنت MVP. بس ارنست موجود يعني، ولاعبين موجودين، عيسى البغي موجود، فاللاعب يعني ابدا ما ياثر على فريق اذا كان في منظومه قاعد تمشي. يمكن نتائج السلبيه ورا بعض هي ادت تغير جهاز الفني. أنا شفت في مباريات يعني قبل الكورونا أدوا فيها أداء زين، ما توفقوا، وإن شاء الله يعني لنهاية الموسم يبقى في المكان يعني. شنو يحتاج الأهلي عشان يعود يا مهدي؟ يعني أنت من أبناء النادي الأهلي، وأخوك من أبناء النادي الأهلي عبد الله حميدان، نوجه له تحية، وعشت في أسوار هذا النادي وربيت وكبرت. ما كان الحال بهذه الطريقة، شنو يحتاج الأهلي ليعود الأهلي كما كان؟ الأهلي يحتاج أن يكون التفكير أنه يعني للمنافسة، يعني ما يكون مجرد فريق عادي في الدوري، أو أنه يفكر أنه ما يهبط. المفروض لما يدخل الدوري يفكر في المنافسة، يدخل كاس في المنافسة، جلب لاعبين يمكن او محترفين من حتى المنافسه، حيث ما يكون هو رقم عادي وبس، مجرد يكون اسمه يذكرون فيه اهلي كان وكان وحسن. جميل. يعني اكو في انديه يعني مثلا حد يبين يعني تغيير اللي صار في اخر سنوات لاعب المنافسين على المنصات. جميل. المفروض الاهلي يشتغل بهذا الشيء. قبل ما أختم وياك بترك المجال للزملاء المحللين علي وحسن يسألونك ويكلمونك باللي حابين يسألونك. طبعا مسا عليك بالخير بصالح، وألف ألف مبروك البطولة، وألف مبروك لك أنت فعلا شخصيا. يمكن أنا من اللي أعرف اللي مريت فيه من عملية ترك لممارسة كرة القدم على فترات، وعودتك من الباب الكبير كونك الـ MVP مع النادي الأهلي، وفترة اللي قضيتها في 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 صفوف النادي الأهلي، ومن بعدها تواجدك مع القادسية السعودية، وأيضا كونك الـ MVP لفريقك القادسية إن كان على مستوى الصناعة والتسجيل. يمكن الشباب هني ذكروني في نقطة، أنت ليت جولة 14 كنت موجود في قائمة الهدافين للدوري، فأنا أختلف وياك، أنت كنت تمثل 50% من قوة فريقك الأهلي، ويمكن وأنا ما بيك تحس بال خلنا نقول بالمسؤولية، ولكن يمكن إذا النادي الأهلي تعرض لهزة ونزل لدوري الدرجة الثانية ترى أنت بتكون من الأسباب الرئيسية خروجك، لأن ما تم تعويضك بلاعب نفس الجودة. جدا سعيد بالأداء اللي قاعد تقدمه على المستوى المحلي، وأيضا على مستوى مشاركاتك مع المنتخب الوطني. وجهة نظري حاليا أنت الأفضل على مستوى الكرة البحرينية حبيبي بصالح، وألف ألف مبروك التأهل لدوري محمد بن سلمان للدرجة الأولى. نسيك النوحة يبعي على الصورة. طبعا في آخر كاف مباراة يعني كنت مصاب وتوي راجع للمباريات، الحمد لله على السلامة، الفريق ماشي بالنسبة للأهلي نفس سعيد، وقول
ان ما اعتقد ان احتفظ يعني او 50% من هذا الشيء، لان هذا الشيء مو سوى من خروج الاهلي، صار له سنوات الاهلي بهاي الطريقه. لا احنا نتكلم عن هالموسم بصالح بالذات هالموسم، الحجم خلينا نقول الاضافه اللي كنت معطيها الفريق كانت اتوقع اللي موجودين هنا الشباب يتفقون يمكن 50% من قوه النادي الاهلي كنت انت، مع ان اليوم احنا نادرا ما نشوف الامكانيات الفرديه تساعد في 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 في, في خلينا نقول في منظومه الجماعيه، ولكن انت كنت من هذه الافراد اللي كانوا يضيفون لقوة المجموعة. أتفهم كلامك بأن الرد الدبلوماسي بأن لا، وأن الفريق أو في كرة القدم الفريق ما يوقف على لاعب، لكن أنا يمكن أختلف وياك من هالباب، وأنا محلل أقول لك أنت بإمكانك تضيف الكثير لأي فريق تلعب وياه، والنادي الأهلي تضرر بشكل كبير من خروجك، لأن حتى ما طبعا مسألة النادي ما بذل الجهد أنه يعوضك بلاعب بنفس القيمة الفنية، أتوقع هاي شيء يتحمله إدارة النادي، لكن وجهودك مع الفريق ومستواك يعني في الآونة الأخيرة يتكلم عن كل الكلام اللي أقوله أبو صالح، ونتمنى لك كل الخير حبيبي. أشكرك علي، بس أنا أختلف معك. أكيد بتختلف معك. بس بتختلفون وبرد أنا أختلف معك. بس في شغلة واحدة يعني، هاي رأي إن عبد الله يوسف هو الأفضل في البحرين، أنه اللاعب الوحيد اللي شرف على البحرين، شرف عليه السلام في دوري ابطال اوروبا، وهذا شيء الكل يطمح اليه. فاعتقد ان عبد الله يوسف هو المركز الاول يعني، طبعا مع احترام للجميع يعني، لانه هو الطموح اللي الكل لاعب يبغى يوصل له. صحيح. هاي رد على هذا الجمل. بالنسبه للنادي الاهلي الله يعينهم اكيد، ان شاء الله يتوفقون في المباريات الجايه ان شاء الله. حسن تحب توجه كلام حق؟ ما بضيف شيء على اخوي علي، بس انا سعيد جدا مهدي انت معنا على الهواء، وانا من الاشخاص اللي شخصيا يعني معجب في مستوى مهدي، يعني ما في خلاف على مستوى هو وعبد الله وكذا لاعب عندنا. الشيء زين انهم يتنافسون كله في مصلحه المنتخب. المنتخب صحيح. صحيح. احنا في النهايه نبي نتيجه تكون حق المنتخب، وهم كشخص شخصيا يوصلون المكان اللي كل لاعب محترف يتمنى يوصل له في البحرين. صحيح. شغله بس مهدي، ان انا اتفق مع علي ان انت خروجك من الاهلي مثل ما يتم الاهلي، انت يتمت الاهلي مهدي، ما تتحمل المسؤولية كثر ما الإدارة تتحمل المسؤولية أن ما عوضت مهدي حميدان في الفريق. في النهاية أنت دائما أجوبتك متواضعة، نفسك أنت يعني شخص متواضع ودبلوماسي. أنا أتمنى لك كل التوفيق مهدي، إن شاء الله تواصل مع القادسية ونشوفك مع فريق أكبر من القادسية في الدوري السعودي إن شاء الله. مشكور يا أبو علي. حبيبي يا مهدي. مهدي حميدان قول. تفضل. قول ما بقى. تفضل. قول شنو كنت بتقول؟ أقول مشكور يا أبو علي، وإن شاء الله نتوافق مع القادسية أو أي مكان يعني في المواسم الأخرى جاية، وتربح البلد يعني في أكيد أي دوري كان خارجي أو محلي، أي مشاركة في منتخبات عن طريق الأندية. أكيد مهدي أنت فخر لنا إحنا كبحرينيين، وأنت فخر لمملكة البحرين. إذا كان خروجك من فريق النادي الأهلي البحريني أثر على الأهلي البحريني سلبا، فدخولك لفريق القادسية السعودي أثر إيجابا. صحيح. وساعد بشكل كبير بمستواك الكبير اللي قدمته وعطاءاتك الكبيرة مع نادي القادسية في الصعود إلى دوري محمد بن سلمان للمحترفين. نتمنى لك كل التوفيق في القادم، سواء كان مع القادسية السعودي أو مع أي فريق آخر. نتمنى لك أن تكون مع فرق أكبر أيضا، سواء على مستوى الخليج أو حتى على مستوى أوروبا، وتحذو حذو الكابتن عبد الله يوسف نجمنا في الدوري التشيكي. وأكيد أنت لا تقل مستوى ولا تقل إمكانيات في أن ممكن إحنا نشوفك في يوم من الأيام أيضا في الدوريات الأوروبية الكبيرة، تمتلك كل المقومات، وأنت يعني
فخر لكل بحريني فيما تقدمه من عطاءات. شكرا على تواجدك معنا وانك خصصت لنا هذه الوقت تطلع معنا على الهواء في برنامج لوكر روم، ودنياتنا لك بكل التوفيق يا مهدي. مشكورين جميعا، مشكور بي اس اكشن على المقابلة، وما ادري انا استحي ما احاكي الله يوفقك الله يوفقك يا ابو صالح، موفق موفق خير. اذا مع مكالمه مهدي حميدان والاهلي، خلونا نتكلم عن مباراه النجمه والاهلي تحديدا. الاهلي بخسارته في المباريات السابقه يعني دخلته في حسابات معقده. خلينا نشوف الحالات الفنيه اللي ظهر فيها الاهلي في هذا اللقاء، وان كان يعني رغم الخسارة اللي كان بالإمكان أنه يطلع على الأقل بنقطة من هذا اللقاء إذا تتفق معي علي، خاصة مع نسبيا هبوط نسبي في مستوى النجمة، يمكن بدني يمكن إرهاق يمكن الجو مثل ما قال علي مدن في المقابلة شوية إرهاقهم، بالإضافة إلى ضاعة الفرص الكثيرة في الآونة الأخيرة. جدول النجمة شوي كان حامي، المباريات اللي لعبها رتم عالي، وأتوقع أنهم لأن لعبوا من الجولة المؤجلة مباراة، هم الفرق اللي لعبوا من الجولة المؤجلة وبعدين لعبوا الجولة 15، فمسألة الدروب البدني كان يعني شيء منطقي وواقعي في ظل الأجواء والفترة القصيرة بين المبارتين، لكن ما 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 يعني ما يخلينا نهضم حق الفريق في 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 العمل الفني الكبير اللي وتتفق وياي ابو علي اللي قاعد يسوي الحربان صج الساحر، يسمونه الساحر اللي سواه، لان الفتره الزمنيه على اساس انت تسوي كل ذي مو سهل صراحه. يعني انا يمكن لو تقول لي بتجيب مدرب محترف يسوي اللي قاعد يسويه ابو محمد في هالفتره القصيره مع فريق بنفس العناصر، مو ما قدر حتى يجيب العناصر اللي هو يبيها، يعني شيء اقرب الى الاستحاله. بس اللي اشوفه يا ابو محمد صراحه الكل علي الكل يعني الكل قاعد يتكلم عن خالد الحربان شيء غريب، انه هو اشتغل على الجانب النفسي بشكل عود، وهو قريب من اللاعبين البحرينيين ويعرف نفسياتهم و انا اشتغلت معاه في دارة الشيخ ناصر، هو دربنا في فريق نوايف سنة واحدة، انا عرفت ان هاي المدرب شلون تفكيره شنو، يعني هو يتعامل معاك مثل كأنك كأن ابوك وانت ولده، يعرف عنك كل شيء انت ما قايل له ولا شيء. انا ما اعرف شلون هاي صدق، يعني هو صدق ساحر ترى صدق إيه؟ ترى هو يعرفون الحربان إيه؟ الساحر إيه؟ هو يعرف عنك كل شيء انزين، وانت ما تسولف معه ولا تقول له ولا شيء، بس يعرف عنك، يعني فايله كله موجود عنده، يقرا لاعبينه، يقرا لاعبينه، هاي شيء مهم في شخصيه المدرب. بس في نفس الوقت هو مسوي شغل فني كبير على يعني الجول اللي سجل، يعني خلينا نروح حق البلنتي قبل الجول، قبل ما تروح البلنتي علي خلني ابي اقول نقطه، مو انا مو في موقع، انا اليوم مقدم برنامج مو في موقع ان انا احلل او لا سمح لي محمد، كنت لاعب سابق ونظرتك الفنيه يعني موجوده بغض النظر، كنت لاعب وما زلت لاعب كنت سابقا، لكن اليوم انا من موقعي هذه كمقدم اترك مجال التحليل للمحللين، ما ابي اطلع بثوب المحلل، لكن نقطة يمكن انا لاحظتها على ابو محمد الكابتن خالد الحربان من وجهة نظري الشخصية، ربما يتفق البعض او يختلف، قد تكون هي النقطة اللي خلت النجمة يصير في هذا التحول مع الكابتن خالد الحربان. الكابتن خالد الحربان مع فريق النجمة مو فقط من وجهة نظري العامل النفسي، مو فقط من وجهة نظري الأمور الفنية اللي تظهر فيها الفريق، الكابتن خالد الحربان لم يكابر على العمل اللي كان موجود واستلم زمام الأمور من مكان اللي وصل الفريق وكمل عليه النواقص اللي يحتاجها، ما راح محى العمل اللي موجود سابقا وبدأ الأمور من الصفر. صحيح. لو عمل ذلك ما كان شفنا النجم اليوم. صحيح. بالشكل اللي قاعدين نشوفه والأداء اللي قاعد يقدمه 100% 100% هو يكمل البناء، وكأنه يعني
انت كنت ترافقني في الاستوديوهات التحليليه بمنيره قبل سنه ونص لما اخر فتره شفنا النجمه يلعب كوره، التناغم اللي كان بين دائما بين ابراهيم حبيب وعلي مدن وهشام منصور، وكان اوتشي في فتره من الفترات صحيح. اذا ما خانتني الذاكره، ومن بعدها مامادو. فالفريق وكانما من بعد المرحلة حدثت فترة فراغ ويا العبيدي، وكأن الفريق استكمل المرحلة اللي كنت يعني كان في فترة من الفترات كان أمتع فريق يقدم كرة هجومية نجمة، ولا صحيح. حد يقدر ينكر هالشيء. فكأنما الفريق كمل مع إعطاء الروح وعودة بعض صحيح. العناصر. يعني مثلا فتح العبيدي ما كان موجود نفسه في مركز رأس الحربة، اليوم احنا نشوف أبو محمد أعطى اللاعبين الاثنين الثقة، علي منير محمد ومحمد الطيب رجعهم وين هم؟ هم كانوا فترة فتح العبيدي موجودين. المهدي الهوني ما كان موجود يلعب، اكتشافه مركز جديد حق أحمد عبد الله، هو بنى ولكن عالج الأخطاء بشكل كبير صحيح. وأنا أتفق وياك ونرجع حق العامل النفسي، ولكن في عمل فني أكيد. يعني إذا إحنا قبل لا علي تروح حق اللقطات في شغلة بس بضيفها، حتى الجهاز الإداري والفني اللي معاه موجود، أنت مساعد تقول إن الروح صحيح وتحمل المسؤولية صحيح. هذه شيء ينزرع في اللاعب أو في الشخص، ما حد يقدر يعطي. في مدربين يقدرون يزرعون فيك ذي الروح، وفي أشخاص الروح موجودة فيهم لكن أنت شلون تقدر تطلعها؟ هذه هو أنا يمكن أختلف، إذا ما تقدر تزرع الروح ولكن إذا كانت غايبة أنت ممكن ترجعها في اللاعب. وجود الجهاز الإداري اللي كله من أبناء النادي، ترى الموضوع ذي هو وايد مهم. الجهاز الإداري متكون من 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 رائد بابا، متكون من عبد الله السعد، فهد الملة، طلال مشعان، هذين أشخاص أبناء النجمة. يعني أنت ما تحتاج تقعد معه وتقول له يا ترى يا فلان أنا بالفريق إنه يكون في أعلى المناصب، ما يحتاج تقول هذا الشيء، هو يعرف ذي الشيء فبيشتغل بخلاص. الموضوع هو فريق متكامل في نادي النجم، توافقوا بشكل كبير وانا سعيد بهالشيء، هم توافقوا بشكل كبير اداريا وفنيا في ذي الفتره. بس اللي يعني مو بسعيد، لان اعتقد ان كابتن خالد حربان ما بيواصل معهم الموسم هو اليوم. لان ماخذينه من منتخب الفتيات، هو تم استعارته مؤقتا بموافقه الاتحاد البحريني، يعني ما يقدرون يجددون مع الموسم الجاي الا اذا هذه امور بنتركها حق مجلس اداره نادي النجمه ورؤيته شلون ممكن يشوف ويقيم المرحله القادمه. اتمنى القدره على ان الكابتن خالد الحربان يستمر معاهم، وهذه اكيد لازم يكون بموافقه الاتحاد البحريني لكره القدم. لكن في حال عدم موافقه الاتحاد البحريني لكره القدم والتزامهم بعقدهم مع الكابتن خالد الحربان فلا حول ولا قوه لهم، مضطرين ان هم يتجهون الى خيار اخر. يعني يعني اعتقد هذه مساله مو في يد احنا، بس مجرد ان انا تساءلت، وان شاء الله اتمنى ان يعني يواصل معه. اكيد اللقطه اللي حاب توضحها ركله الجزاء، شلون عمليه صناعه الفرص اليوم اختلفت عن نادي النجمه. اولا من مساله البناء من الخلف، ثانيا من مساله السرعه في صنع الهجمه، بينما في يوم من الايام فريق نادي النجمه في 90 دقيقه كان بالكاد يوصل إلى منطقة 18 صحيح. الفرق المنافسة. خلنا نشوف اللقطة بس، يعني مشغلين التايمر ولاحظ أولا الوقت وثانيا عدد اللمسات. رمية التماس من الهوني ون أحمد عبد الله، فول نرجع بس مرة ثانية من البداية. نرجع التايمر لأن رمية إدخال، رمية تماس، لمسة الأولى تمريرة لأحمد عبد الله، أحمد عبد الله إلى فول، إلى الظهير الأيمن للاعب وسط الارتكاز احمد كامل اللي يعتبر اضافه ويا ابو محمد. نعم، في عمليه الارتكاز وسرعه الانتقال والتسديد الى الظهير الايمن. صح. لاحظ هني
طلب الكره من علي منير. زين اقدر انا اعلق عليه هنا على اللعبه؟ اي تقدر بعد. انزين وقفها لي هنا. انزين هني قلب الدفاع في نادي الاهلي، انت عندك مهاجم نزل تقريبا لقريب خط النص، وعندك لاعب نص كان فاضي، صحيح؟ انت عندك شغلتين تقدر تسويها محمد، يا انك انت تتواصل مع لاعب خط النص انه ياخذ المهاجم لانه نزل نزل بعيد، يعني نزل بعيد عن خط منطقة الجزاء. نعم. زين رجعها شوي عليه، رجعها. زين لا قبل لا يفتر علي منير. ايه هني. زين انت هني اوكي طلعت الحين ما تواصلت مع لاعب النص، طلعت عطيت علي منير فرصة انه هو يفتر، اوكي في مساحة ورا صارت الحين، صحيح؟ المساحة هذه لازم مين يغطيها؟ قلب الدفاع الثاني، صحيح. للأسف قلب الدفاع الثاني هو بعد طلع مع الأولي، فتشوف المساحة اللي صارت اللي ورا شوف الفراغ اللي صار ولا القلوب دفاع. انزين الشغلة الثالثة اللي هي هذه كذا مرة تتكرر مع هذه اللاعب ظهير اليسار من نادي الأهلي، هاي اخطاء الفردية. انت شلون انت هني سابق علي مدن في ذي اللعبة، انت سابق علي مدن، شلون علي مدن في ثواني قدر انه هو يسبقك ويدش يقطع في نص الملعب وقراءة جيدة من علي منير وينفرد؟ يعني هذه امور يعني اخطاء المفروض ما تصير. يعني محمد نتكلم عن يمكن 22 ثانية في ظل تنظيم، في ظل بداية كورة من رمية تماس الى ركله جزاء، لولا اعاقه محمود كانت هدف. صحيح في اخطاء في الاهلي لكن يعني في شغل فني، في عمل فني، لكن الاخطاء اللي على المستوى الفردي اللي موجوده على مستوى قلوب دفاع النادي الاهلي المتكرره، خلينا نقول على مدار المباريات الاخيره مع استبدال الجهاز الفني والاداري اللي ما تم علاجها لحد الحين، يعني تبين لك سوء الحال اللي موجود في النادي الاهلي. محمد مو معقول انت نتكلم وما ما زيد على كلام بعلي، انت شلون تطلع هذه اذا انا مو غلطان البسليمي نعم. واصل لمكان المفروض يكون فيه لاعب الارتكاز بالضبط، كم لاعب موجود هني؟ 1 2 جوز 4 5 6 كلهم في مسافه 7 لاعبين محمد متجمعين في منطقة صغيرة واحدة، يعني هاي من الأبجديات. احنا لما كنا على مستوى الفئات السنية يقول لك مو دائما عينك على الكرة، لازم انت تكون عندك لاعب مارك وفي نفس الوقت الكرة، انت في حالة دائما يعني دول جوب عندك، انت كلاعب دائما عندك ادوار مركبه، انت كلاعب مو بس شغلك الدافع، انت كلاعب مو بس شغلك مهم. احساسك بالمساحه اللي انت تشغلها شيء مهم، معرفتك انت وين في بعض الامور. حتى محمد يعني الاساسيات اللي يعطونك على الفئات السنيه، اذا انت مو قادر تحس بمكانك من انتشار زملائك، مو غلط تاخذ لفه سريعه انك انت تشوف وين مكانك، مين يمك مين مو يمك، لكن انك انت تترك الامور لأن قلب الدفاع وبعد يتحمل مسؤوليتها بجزء آخر لاعبين خط وسط الارتكاز. وين لاعب خط وسط الارتكاز؟ مفروض هو ينزل مع لازم علي. هو ينزل، هو يكون إيه؟ عينه تكون على علي بالضبط، والمدافع بالضبط. يكون ماخذ زون، لكن يحسب الاتصال الكوميونيكيشن اللي موجود بين لاعب شتان، بين الكوميونيكيشن طالع انت بين الأهلي وبين النجم. شوف انت هني، شوف الكوميونيكيشن، الاي كونتاك طالع وين قاعد يطالع علي منير، طالع علي مدن راسه وين، شوفوا مشلون في ظل الـ 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 الاندفاع، في ظل خلينا نقول التحرك بالكرة والتحرك بدون كرة، وبعد قاعد يشوف رافع راسه يعرف زميله وين، وفي اتصال مباشر محمد 22 ثانية توصل من 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 يعني وتبتدي من ركلة خلينا نقول من رمية تماس، شيء ترى يعني مو سهل، يبين لك مدى العمل اللي موجود في 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 في, في يعني على مستوى فريق نادي النجمة. نعم. مو بس نفسي، في عمل فني داخل أرضية الملعب، والأهلي ما زال يعاني وقاعد يحط روحه في موقف ممكن 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 من بعد ما كان في منتصف الترتيب، ممكن يعني في 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 ظل المباريات هو في دائرة الخطر، هو دخل دوامة الخطر رسمي، دخل صحيح. يعني حتى إذا بنشوف الهدف الثاني محمد يأكد لك سوء حال فريق
الأهلي. الأهلي لاحظ أنت، هي أوكي الدقيقة 95 وكاونتر أتاك، لكن هذه ترى علي هذه سادس فرصة تجي من طرف اليسار، طرف اليسار شغل جهة اليسار في الشوط الثاني بس. بس هني أبي أشير لنقطة يحسب حق أبو محمد، هذه اللاعب البديل دخل، بديل عبد الله نمر، نعم دخل في وقت يحسب حق أبو محمد، توقيت الدفع فيه، الظروف اللي دفع فيها الهدف دخل بعده. ما أنا شو أقول لك، يحسب له إن هذه لاعب شاب، محمد هذه يلعب شباب، ترى لاعب شباب، لاعب منتخب الشباب، نزله في وقت اللي الكابتن أبو محمد اكتشف أو يعني شاف المشكلة اللي موجودة، أو خل عشان نكون دقيقين المشكلة الموجودة في هذه البوكس، فدفع بلاعب بيتميز بخصائص السرعة والمهارة وهو لاعب شاب، وهني أيضا فيها رعونة من المدافع، بعدها أتركها لك يعني هاي اللقطة. إذا ترجعها لي قبل، رجعها لي علي قبل، يعني هذه في وقت التشتيت، رجعها لي وقت التشتيت، خلها من هني زين، هني الحين هني زين، أنت هني المدافع بسليمي، أنت المفروض أنت الحين في مدافعين ورا واقفين، وإحنا دائما كنا نتذكر ويقولون لنا دائما مينيمم تو يكونون ورا، هذه مينيمم، إذا في واحد مهاجم واحد يود واحد يغطي هاي شيء بديه، لازم في كفر، لازم في كفر، تلعب كفر، مستحيل تكون واحد ضد واحد، حتى لو المدافع أفضل من المهاجم لازم يكون في كفر. هني البسليمي ما عرف شو يسوي، هل هو يضغط ولا يرجع، كان متردد، اللي هو المفروض يتأنى، لا يتأنى، يا أروح أسوي فاول، أو أقطع الكرة، أو أتأنى، أوقف، أنزل على بالضبط ركبتي وابتدي أخر اللعب، آخر اللعب، آخر اللعب. زين هو لا سوى ذي ولا سوى ذي، راح وتردد، وصلت هني، الحين وصلت هني هي. زين أنت كمدافع أخير، أنت تعرف إن آخر مدافع في الهجمة أنت مدافع الأهلي. هني علي بيبين لنا ان المرتدة اللي صارت في الدقيقة 95، خلينا نقول 96، اربع لاعبين من النجمة طالعين مرتدة في اخر دقيقة في المباراة، هذه يبين ان في شغل بدني، شغل بدني صحيح في الدقيقة 95، من يضرب سبرنت علي ما يعني صح، قليل من اللاعبين يضربون سبرنت 100%. انت هني كمدافع اخير ما تدش في اللعبة كذي، يعني كان ما هو بعد اوكي، كان في هامش لتصحيح خطأ البسليمي، هي تراكمات اخطاء، قرارات خاطئه، اخر ارجع ارجع اللاعب، او بعد مره ثانيه وقفه فاول تكتيكي، اتخذ فاول يعني ما بيضرك شيء، فقراءتهم كانت المدافعين قراءتهم كانت مو بجيده حق اللعبه واسفرت عن جول. جميل هني تكون هذه هل يعني مو معقوله، يعني 3-2 في خط 18، هذه المفروض تكون العكس، نرجع نقول هاي المفروض يعني اللي يشوف اللقطة ذي يتوقع أن الهجمة هذه حق الأهلي على النجمة، مو حق النجمة على الأهلي، يعني في عرف كرة القدم هذا شيء غير مقبول على مستوى فريق الأول محمد، غير مقبول. لكن أنت قلت تراكمات أخطاء كانت ممكن هي في توقيت دقيقة 95 هجمة لك أنت، المفروض عندك اندفاع كبير للصحيح النتيجة، خسران أو متأخر بهدف، الارتداد السريع اللي صار، عدم إيقاف اللعبة ولا تأخيرها، وعدم إيقافها بفاول تكتيكي أول مرة، عدم إيقافها ثاني مرة، أكيد بطبيعة الحال راح يوصلك إلى أن يكون زيادة عددية عندك في الكرة المرتدة. هني نكون خلصنا تقريبا مع مباراة الأهلي، في اتصال لمباراة الأهلي، نأخذ اتصال قبل أن ننتقل من مباراة النجم والأهلي من عضو رابطة جماهير الأهلي علي البدراني موجود معنا على ما يجهز الاتصال، نتكلم مع عضو رابطة النادي الأهلي. يعني الأهلي بخسارتين دخل في حسابات الهبوط، وضع صعب للأهلي أكيد، الجماهير الأهلاوية يعني كثير 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 من الأسى والألم في قلوبهم على وضع الفريق،
الوضع لا يسر عدو ولا حبيب. يعني إذا احنا مو مشجعين النادي الأهلي لكن نتحسر على وضع فريق النادي الأهلي الكبير، فما بالك جماهير النادي الأهلي. معنا علي البدراني على الخط. يا هلا مرحبا علي. هلا مرحبا فيك كابتن، مساء عليك مساء على طبات المعنك الاستديو. يا هلا فيك علي البدراني، عضو رابطة جماهير النادي الأهلي. علي، يعني فريق النادي الأهلي 10 سنوات عجاف للنادي الأهلي، استبشرنا خير بعودة هذا الكيان في بداية الموسم، ولكن مع مرور الوقت بدأ يتراجع بشكل كبير. شلون انطباعكم عن الفريق وإلى أين ذاهب فريق النادي الأهلي؟ طبعا اول شيء كابتن ما يحسسنا ان نقول 10 سنوات النادي الاهلي بعيد عن المنافسه، فلازم نقول لابد من حل جذري. يعني نادي اسم نادي الكيان نادي الاهلي، شيء صعب انك تقول 10 سنوات بعيد عن المنافسه، شيء صعب تقول انه في دائره الخطر، فلا بد من حل جذري يعني لتعديل اوضاع كره القدم. شنو الحل الجذري من وجهه نظرك علي؟ الحل الجذري يا طويل العمر حل اداري. اداري على مستوى اداره الفريق الاول ولا على مستوى مجلس الاداره؟ على مستوى اداره الفريق الاول، لان احنا خلنا ناخذ خلال 10 سنوات الماضيه نجاحات في كرة السلة، في كرة اليد، في كرة الطائرة. وحيد فريق كرة القدم بعيد عن المنافسة 10 سنوات. فوش تستنتج يعني من هذا؟ فالشيء واضح، الشيء إداري. الحل الجذري إنك أنت تبدل إدارة الفريق بالكامل، تستعين بإدارة جديدة. يعني أغير منظومة. أغير منظومة كرة القدم. كلها منظومة خلاص اعتمد على اللاعبين الشباب. احنا ما شاء الله النادي الاهلي، النادي الاهلي يمتلك خيرة لاعبين البحرين، لاعبين شباب. احنا صرنا للاسف من اللاعب عندنا فريق الشباب تشوفه يلعب في نادي ثاني، وللاسف ان تشوفه يحب الكوره بالكامل يلعب في حواري. صحيح، لكن علي كثير يمكن احنا تعودنا على فريق النادي الاهلي يعني منتج للاعبين الشباب ودائما ما يكون من الفرق المنافسه على مستوى الفئات السنيه. الفتره الاخيره الكثير من اللي نسمعه احنا على مستوى التحليل وعلى مستوى الكلام في الشارع الرياضي ان اصبح النادي الاهلي فقير في انتاج المواهب، ما يمتلك المواهب كما كان. لازلنا عندنا المواهب، بس نفس ما قلت لك انت اذا حطيت غيرت المنظومه هني تقدر انت تطلع اللاعبين، تطلع حق الفريق الاول. ليش اشوف لاعبين يلعبون في انديه ثانيه؟ لاعبين الصغار بدل ما نحطهم وبعدهم المشكله الاعظم ان انا اصبحت اللاعبين محليين دون مستوى اللي يطلعهم من النادي الاهلي. للجهاز يعني الاداري الجهاز الاداري اللي متواجد، اعتقد جهاز اداري جديد علي ما يرتقي الى المستوى المطلوب. المنظومه كلها كابتن، المنظومه كلها في الاهلي على مستوى كره القدم حاليا نشوف فيه شغل من او مصعدين، يعني ما شاء الله فيه اهتمام في الفئات، وحاليا في تطور في فئات النادي الاهلي. كل اللي نتمنى احنا بين اللاعبين نشوفهم على مستوى الفريق الاول يخدمون الفريق الاول، مو نفس اللي يبقونهم يوصل قبل لا يوصل الفريق الاول. الفريق الشباب اشوفه خارج اسوار النادي. ليه؟ المشكله اداريه بحته، مو قادر تحافظ على اللاعبين واولاد النادي، كذلك مدربين، كذلك اداريين. جميل، انا بترك المجال حق المحللين المتواجدين معاي. حسن المسوي حاب يمكن يسالك بعض الامور. علي تفضل حسن. كابتن امسى عليك بالخير وعلى كل جماهير النادي الاهلي. انا اتفق معك في شغله، ان الاهلي دائما كان يمتلك مواهب ويمتلك لاعبين في الفئات السنيه
ولدرجة أنه يمكن ما يحتاج لاعبين محليين أنه هو يتعاقد معهم حق الفريق. وثاني شيء على حسب مصادر ومعلوماتي أن النادي الأهلي يمتلك الميزانية الكافية والمبالغ الكافية على أساس أنه هو يقدر يبني فريق زين. بس مسألة الإدارة أنا أشوفها حين سنين قاعدة تتكرر عندكم أنتو كجمهور نادي الأهلي. إنزين ليش أنتو كجمهور مالكم واقفة في النادي على أساس أنه ترجعون الفريق للمكان اللي كان هو فيه؟ يعني أنا أشوف معظم جماهير الأهلي تنتقد وتقول لكن ما تشوفها تأخذ مثلا مثل ما يقول أكشن على ذي الموضوع. أنت تعرف كل الأندية في العالم في النهاية هي بتكون تحت يعني مو نقول سيطرة بس تسمع حق جمهورها. جمهور قاعدة نادي الأهلي في البحرين ما شاء الله كبيرة. ليش أنتوا ما يعني ما تشوفون حل كرابطة كجمهور حساس أن تطلعون الفريق من المشكلة اللي هو فيها؟ هل أنت تتفق معي في ذي الموضوع أو هل في شغلات احنا اتفق وياك ونفس الكلام اللي قاعدين نردده للجماعة وللجمهور. لا أحد يتكلم من وراء كيبورد وما يصير وإدارة وغيره. تحرك قدم عضوية. حاليا تسهلت الأمور. موسى ناصر عمر بطال عضويات. قدم عضوية. دش في النادي دش في انتخابات. لا أقعد وراء كيبورد وأتكلم وإدارة وغيره. أتحرك بنفسي أنا أغير. صح. هل عملية الحصول على العضويات سهل أخوي علي ولا في كلام سمعناه بأن يتم تأخير خلنا نقول العضويات لحد ما يكون للمترشح للعضوية الحق في التصويت لأن في مدة زمنية أتوقع لازم تمر على 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 عضوية العضو علشان يقدر ينتخب؟ فهل عملية الحصول على العضويات قاعد تحت يعني تحدث في أسوار النادي الأهلي بشكل بسيط ولا الأقاويل اللي تقول بأنه يتم برمجة هذه العضويات بحيث أنهما لا يتم إعطاء الأصوات المعارضة العضويات إلا من بعد ما خلنا نقول يكون الوقت غير يعني مسعف لهم بأنهم يشاركون في الانتخابات؟ ما مدى صحة هذا الكلام بحكم أن أنت قريب من النادي الأهلي؟ والله كابتن نفس ما انت سمعت بس حاليا اشوف يعني وزارة الشباب والرياضة صارت مسألة العضويات بالوزارة. انت النادي ما له الحق انه يرفض عضويات الا بسبب مقنع وتقدر تلجأ للوزارة في حال رفض العضوية. وهذه فرصة صارت تسهيل للأمور. يعني مو مجرد النادي يرفض العضوية بس خلاص، لا اقدر الجأ للوزارة واقدر اتحرك على الموضوع. يعني هاي الكلام اللي سمعناه صحيح ولا غير صحيح؟ بس والله ما اعرف انا هذا اذا صحيح والله. انا سمعت مثلك كابتن بس انا لا اعرفه. وزارة الشباب والرياضة بتوجيهات من سمو شيخ ناصر ان اي واحد يستوفي الشروط المعينة يتقدم للعضوية ويكون مستوفي الشروط المعينة من حق أنه يأخذ العضوية. إذا النادي رفض تقدر تلجأ للوزارة. صحيح. نتمنى أنا أوجه هاي النداء حق جمهور الأهلي وكوني يعني لاعب في نادي المنامة ولد نادي المنامة أوجه هاي النداء حق جمهور نادي المنامة لأن أنا سمعت نفس الموضوع. جمهور نادي المنامة ينتقد ويبي يعدل ويبي الأمور تتعدل وهو من وراء خلف الكواليس. ليش ما تيون ترشحون روحكم تقدمون عضويات وتخيرون في النادي؟ فأوجه النداء حق كل جمهور في البحرين يتمنى أن يشوف فريقه في أعلى الأماكن ومنافس على كل البطولات. شاكرين لك أخوي علي وأتمنى لكم كل التوفيق ويرجع نادي الأهلي لمكانه الطبيعي. علي إن شاء الله مشكور. علي البدراني أنا بس ختاما معاك أبي يعني مع دخول الأهلي في المنافسة على الهبوط وشبح الهبوط وهذا الخطر اللي راح يأزم الجماهير أكثر من 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 منظومة العمل في النادي الأهلي مثل ما قاعدين نشوف إحنا، لأن يعني
ما ادري انا شلون العمل صاير داخل اسوار النادي، لكن الواضح ان الجماهير هي الجانب الاكبر اللي قاعد يتحمل هذا السوء اللي قاعد يصير للفريق. فرسالتك اللي توجهها للاعبين النادي الاهلي اللي يمثلون هذا الكيان في هذه المرحله في الثلاث جولات القادمه؟ رسالة للاعبين اقول لهم احنا واثقين فيكم، شفنا يعني ان نقول احنا في دائره الخطر، بس يا ريت يحطون على روحهم بس علشان نبدا في على قولتهم الامان ما نهبط، ولكل حمله حديد ان شاء الله من الموسم الجاي تتعدل الامور ان شاء الله ونشوف الاهلي في المنافسه ان شاء الله. ان شاء الله نقول للجمهور بعد وقفتكم يا انفرد. جميل، احنا يعني اكيد كلنا نتمنى عودة الاهلي الى مكانه الطبيعي وعودته للمنافسة، اكيد من مصلحة الدوري ومن مصلحة الكرة البحرينية ان يعود هذا الكيان الى سابق عهده والى المنافسة على البطولات. شاكرين لك علي تواجدك معنا ووقتك في انك تطلع معنا في لوكر روم على الهواء مباشرة، الف شكر لك علي. مشكورين ويعطيكم العافية. الله يعافيك. خلونا نمر بشكل سريع على آخر لقاء عندنا، لقاء المنامة والبسيتين في هذه الجولة، لقاء انتهى بنتيجة سلبية. المنامة أفضل حالا في ثلاث مباريات، ما استقبل الأهداف وحافظ على مركزه في منتصف الترتيب بعيدا، يعني النقطة كانت ثمينة بالنسبة حق المنامة بطعم الفوز، أعطته 20 نقطة دخلته في منطقة الدفء والأمان بعيدا عن المنافسة على الهبوط. بدا علي صنقور يقدر يشكل فريقه ويطبق افكاره؟ اتوقع اي، يعني انا اتفق معك محمد في ذي الشغله، مع ان المنامه كان مستوى اقل في ذي المباراه من مباراته مع الاهلي، ومعظم اللاعبين وحتى علي صنقور نفسه رجع السبب ان الفريق كان مرهق بدنيا لأنه ما كان في فترة راحة أو ريكفري كافية حق الفريق. في النهاية المنامة حقق اللي هو يبي، إنه هو وصل منطقة الأمان، هو بعيد عن مسألة الهبوط. أنا كل تمنياتي حق الفريق إن مجلس الإدارة اليوم على حسب ما سمعنا إن كأس الاتحاد الآسيوي تم إلغائه، يعني المنامة ما بيشارك في البطولة اللي بتصير عقب شهر، فالمنامة حين ما عنده أي مشاركة خارجية، مجرد يخلص مبارياته في الدوري وهو بيكون خلاص يعني موسمه انتهى، تخلص من الضغوطات يعني. اي أتمنى أن مجلس إدارة نادي المنامة تعطي الفرصة حق الكابتن علي صنقور والجهاز الفني اللي معاه أساس أنه هو يواصل الموسم الجاي، عندهم وقت يبون لاعبين محترفين جيدين، إعداد بدني جيد، مثل ما سمعت ان المدرب البدني بعد خسروه اللي هو وليد. خسروه، هي خسارة كبيرة حق النادي. كل تمنياتي ان مجلس الإدارة ان هي يعني رئيس جهاز الكرة ان هو يحط الخطط والاستراتيجيات المناسبة حق الفريق حساس ان الفريق يرجع منافس. ممكن سؤال بعلي؟ تفضل. من رئيس جهاز الكرة الحين؟ رئيس جهاز الكرة الحين اليوم بعد الانتخابات، اليوم عقب الانتخابات على اخر تحديث انا شفت حق المناصب، في هم مسوين حق القدم في شخصين مسؤولين عن القدم، في مسؤول فني وفي مسؤول اداري. المسؤول الفني اسمه عيسى مسيح، عيسى مسيح توراني. أوكي. هاي مسؤول فني عن الكرة في القدم، والمسؤول الإداري حسين عبد الكريم السيد. هذين اللي تم ترشحهم في آخر انتخابات، وعلى حسب توزيع المناصب هم صاروا في الأجهزة الفنية لكرة القدم. فأتمنى أنهم يتداركون الموقف، عندهم وقت وإن شاء الله، ترى في المنامة في إمكانيات جيدة، في لاعبين جيدين. إذا بندش في مجريات المباراة أنا أترك التحليل الفني أكثر حق علي، بس أنا أحب أشيد في شغلة واحدة. اليوم الكابتن رضا بهرام بصراحة يعني متألق ولازم يأخذ حقه في البرنامج، احنا تكلمنا عنه في برامج سابقة، لكن اليوم رضا قدر يستعيد الثقة ويظهر بشكل مميز جدا. هو كان يعاني بشكل كبير في السنوات السابقة مع مدربين الحراس، ما كان يعطونه فرصة، كان دائما متواجد في الاحتياط، وتعرف اللاعب إذا يكون في الاحتياط بأن نفسيته تتدمر، لكن صبر قدر أن رضا هو يوصل كحارس أساسي
ويتفوق على الحارس الثاني عمار مع انه هو لعب حارس منتخب. نقدر نشوف معدل تصدي رضا في كل مباراة 0.3، هذا شيء كبير عالي صحيح حق حارس مرمى. ايه وهو بعد البداية اللي بدوها نادي المنامة مع العملية عدم الاستقرار على حراسة المرمى والأخطاء المتكررة من الاثنين من عمار ومن رضا، اليوم يستعيد الثقة ويحسب للجهاز الفني والإدارة أنه وضع الثقة في رضا. صح. وكان الثقة في محله، خصوصا أن اللاعب المنافس لاعب منتخب شاب يمتلك إمكانيات، ولكن يبدو أنه في أرض الملعب بدأ يعني ينعكس سبب الاختيار اليوم باللي نشوفه. يعني أنا وجهة نظري رضا أما النقطتين على الأقل، على الأقل حق نادي المنامة ضد بسيتين وضد الحالة، فبتوقع تتفق وياي. تصديات صعبة، انفرادات في مباراة الحالة يعني شال 3 انفرادات. يعني المباراة هذه مباراة البسيتين شال انفراد في الشوط الأول وشال كورة تسديدة في الشوط الثاني كانت وايد خطرة، اللي البسيتين كان فيها أفضل فنيا بشكل بسيط في المباراة. عندك لقطة علي نقدر طبعا هاي بس لقطة ايه تلخص اللي سواه رضا في المباراة. هذه اللعبة رجعها الأولى، لاحظ الانفراد، يعني التصدي هو قراءته كانت جيدة، خروجه من المرمى كان جيد، في سوء تغطية من المدافعين لكن نشوف انه هو خروجه كان يعني بشكل ممتاز وتصدى للعبة اللي كان البسيتين وايد قريب انه يسجل. المنامة بيوصل بس للحين مشكلته اللي موجودة من بداية الموسم في التهديف ما زالت قائمة بمنيرة. في دي المباراة الفريق حصل على فرصتين كمجمل العام، فرص حقيقية، فرصة لعيسى جهاد الشوط الأول، وانا اخترت اللقطة هذه اللي تبين بأن نادي المنامة اليوم يوصل للمرمى، لكن مشكلة اللاعب اللي يخلي الكرة في المرمى ما زالت موجودة. يعني لاحظ هذه اللعبة أتوقع توضح الأمور، ثنائية عيسى موسى إلى صمد في القائم، الفريق يفتقد للاعب الهداف وهاي المشكلة اللي كانت ملازمة الفريق من بداية الموسم. وهني هذه لقطة أتوقع أيضا تبين تصدي لأكثر من رائع، تسديد التيمبو يعني في المقص وإمكانيات رضا بهرام العالية اللي منها استطاع أنه ردت نقطة، يعني كان في أمس الحاجة. ردت فعل رضا، ردت فعله وايد جيدة، صار يعني في المباراة الأخيرة ردت فعله تكون مثالية في 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 هاي الأمور، يعني شيء ينحسب له. شنو التحول اللي صار مع رضا بهرام حسن؟ يعني في بداية الموسم يمكن كان المنام يعاني على مركز الحراسة، ورضا كان نسبيا خلينا نكون واقعيين كان يعتبر نقطة ضعف لفريق نادي المنامة في بداية قبل التوقف لجائحة كورونا. بعد جائحة كورونا رضا بهرام شخص آخر، مستوى آخر، قاعد يعني شايل فريق المنامة في ظل الظروف المبعثرة خلينا نقول لأوراق المنامة على عاتقه. محمد أنا أعتقد عقلية اللاعب في فترة من الفترات يعني هو لازم يحاسب نفسه أن أنا لمتى بتم على ذي المستوى. إحنا دائما ننشد التطور، إذا أنا ما تطورت ما بوصل، إذا بتم على نفس المستوى كمدافع مهاجم حارس مدرب ما بتوصل للمكان اللي أنت تبيه. أنا عارف أن رضا يشتغل بشكل جبار تمارينه، يعني هو محافظ على روحه، هو وزنه كان فوق نزل وزنه، اشتغل على الأمور البدنية، وهو من اللاعبين اللي أنا وصلت عليه في آخر 3-4 سنوات اللي ما يمل. محمد ما يمل، يعني تعطيه 4-5 ساعات تمرين في اليوم ما يمل، قليل تحصل ذي الشيء في اللاعبين البحرينيين. صبره وإصراره في الملعب وتعامله مع الجانب البدني خلاه يوصل لذي المستوى، ما إضافة إلى مدرب الحراس اللي موجود عباس طوق، هو بعد له فضل كبير على الحراس إنه تطوره بشكل عود، ونوجه له التحية هو والجهاز أكيد. الفني كابتن علي صنقور والكابتن خليل. فأنا أعتقد عقلية لاعب محمد هو حاب إنه يطور روحه وقدر إنه يسوي ذي الشيء، فأنا أتمنى له كل التوفيق وأتمنى أكيد. نشوفه في المنتخب أكيد.
يعني على ما يقولون إذا عرف السبب بطل العجب. اليوم أنت شخص أقرب يمكن إحنا نشاهده عن طريق الشاشة من خلال مباريات فريقه، فأكيد لما نشوف هذا التحول يبهرنا. أنت سائل واستغل فترة الجائحة يعني بشكل كبير، دخل في نظام غذائي قاسي، نزل وزنه بشكل كبير وبسريع، بالإضافة للاستمرار في التمارين. فأكد كلام بعلي يعني الأخبار اللي كانت توصلنا أنه هو هذه أمر مفرح لما نشوف لما نشوف اللاعب البحريني اليوم يفكر بهذه الطريقة، تكون رغبته توجهه لأنه هو يفكر باحترافية. لما تكون الاحترافية في اللاعب ليست في عقده بل في عقله، صحيح. هنا تكمن الاحترافية الحقيقية لما تظهر في مستوى وتنعكس على أداء داخل الملعب، وهذه ما يسعدنا احنا كمتابعين لما نشوف لاعبين البحرينيين عقليتهم تكون بهذه الاحترافية وتنعكس داخل أرضية الملعب. نقطة أخيرة في هذا اللقاء، لبسيتين عنده مشكلة كبيرة، بسيتين 10 نقاط، النقطة خاسرة، باقي في تذيل الترتيب، عنده مشكلة أيضا مع دقائق تحت 21 سنة. يعني عنده 73 دقيقة من أصل 18. حتى الحد أيضا ترى لازم يلعب 90 دقيقة وعلى الأقل 60. ما نختلف، الحد تكلمنا فيها مطولا عن أسلوب الشملان، ويمكن شوية حاول وغطى، لكن 370 دقيقة من أصل 810 وأنت في المركز الأخير ب10 نقاط وأمامك مواجهات وراح تواجه فيها الحد. والمساعدين يعني قدموا استقالاتهم بعد، هذه خبر ثاني بعد. اثنين من المساعدين يعني محمد سالمين وباسل سلطان قدموا استقالاتهم اليوم وابتعدوا عن اليوم ابتعدوا عن الجهاز. يعطينا ما يشير ان البسيتين ذاهب الى الدرجة الثانية خلاص. انا يعني توقعناها من اول حلقه انا وبعلي علي ترى لبستين ما كان سيء ترى في المباراه، لا بس الانحدار اللي صار والظروف المصاحبه للاوضاع، يعني اتوقع الاستقاله في هالتوقيت تتكلم صحيح عن نفسها وتتكلم عن اسبابها وتبين لك ان الاجواء غير صحيه حول الفريق. الامور اللي تحدث داخل الملعب هو انعكاس اللي يحدث خارج الملعب على النطاق الاداري وعلى القائمين على الجهاز الفني. واضح الامور غير مستقره في البسيتين، راح يعني وان قدر ياخذ منها ال9 نقاط 6 نقاط راح يخسر 3 بسبب تحت 21 سنه، الا اذا بيلعب بفريق شاب كامل. ففي وضع صعب ولا يحسد عليه البسيتين. المنافسة على الهبوط راح تكون على أشدها، وأتوقع البسيتين صعب، يعني وضع جدا جدا صعب في ظل الشح الهجومي وفي ظل التغير الشتان بين أسلوب البسيتين في أول مباراة في الموسم وبين الأداء والعطاء اللي كانوا يقدمونه لاعبينه وبين اللي تشوفه اليوم أداء بدون روح. فالأمور صعبة في 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 صفوف البسيتين. الله يكون في عون البسيتين. هني وصلنا مع هذه النقطة إلى ختام مباريات هذه الجولة. بعد ختام هذه الجولة أعتقد في الجولتين المنطويتين 14 و15 بدأت لعبة الكراسي في مسألة تغيير فرق الصدارة، وأيضا فرق المؤخرة تلعب. من بعد هذه الجولة جدول الترتيب العام للدوري في هذا الموسم، دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم موسم 2019-2020 في هذه النسخة الاستثنائية، المحرق يعود للصدارة ب 34 نقطة، الحد يتراجع إلى المركز الثاني ب 32 نقطة، الرفاع يقلص الفارق ويبقى في المركز الثالث ب 31 نقطة، النجمة في المركز الرابع ب 28 نقطة، ب 25 نقطة عفوا، الرفاع الشرقي يبقى بعد الخسارة على 21 نقطة في المركز الخامس، المنامة بعد النقطة اللي حصدها من البسيتين يصل إلى النقطة 20، نقطة الأمان بالنسبة له في المركز السادس، الأهلي بعد خسارته يبقى على 14 نقطة ويدخل في نفق مظلم مع شبح الهبوط، الشباب 11 نقطة في المركز الثامن ويتذيل الترتيب بنفس النقاط الحالة والبسيتين ب10 نقاط. عندنا ترتيب الهدافين، ترتيب الهدافين أعتقد كوميل الأسود يعزز نفسه على صدارة ترتيب الهدافين بعد تسجيل هدفين في
مباراتهم السابقة مع الحد ويصل إلى الهدف رقم 11 في المركز الثاني. إرنست لاعب النادي الأهلي بسبعة أهداف، السيد حسن عيسى بسبعة أهداف، هاشم لا النظر راح يا جماعة معلش سامحوني، هشومي يأتي من بعيد يعني من بمشاركاته القليلة معدل تهديف عالي يصل إلى المركز الثالث بسبعة أهداف مع إرنست. أيضا إيفرتون معهم من المحرق بسبعة أهداف، وخامسا مامادو الحد بستة أهداف. لو مو محطوط تحت السبعة كان بقول ثمانية، ترى أشوفها ثمانية من بعيد كبرنا كنا. لا تبع النظر لا تبع النظر. خلونا ناخذ تشكيلة هذه الجولة مع المحللين. حسن المسوي تعطيني الخطوط الدفاعية، الحارس بخط الدفاع ويعطيني علي خط الوسط بالهجوم. نبتدي بالحراسة علي عيسى، نعطي كريدت على ضربة الجزاء اللي شالها. نعم يعني هو كان متألق في كذا مباراة، لكن في ذي المباراة أنقذ فريق الشباب من خسارة، يعني نقدر نقول خسارة. خط الدفاع عندنا أمين بن عدي وسيد مهدي باقر وحسين السنكوس، بس اعتقد هني صوره بالغلط صارت. هذه احمد شكلها شكله لا احمد عبد الله، احمد عبد الله اي، مع ان ما فيهم شبه كلش بس خطا وارد. بس حسين يعني حسين كان متالق في ذي المباراه، وانا اعتقد ان علي في كذا مباراه حسين اشوفه متالق. يعني البناي موقفه خطر الحين، البناي في خطر يعني المنافسه المنافسه صحيه. وحسين جميل بدا يعني مستواه يتصاعد في مباراه لمباراه، اعتقد انه يستحق كان مفتاح لعب لفريق المحرق على جهه اليمين، ويحسب له الاسيست للهدف الثاني لإيفرتون. صحيح. خط الوسط علي مع المهاجمين طبعا علي حرم تواجده اصبح شيء طبيعي في التشكيله. يعني يمكن انا وبعلي كنا نتكلم لما احنا نحضر ان في اسماء بدنا نتعود نشوفها بشكل اسبوعي، هاي يبعث التساؤل على اللاعبين الباقين والفرق الباقيه، يعني هل انتم راضين باللي قاعد يصير؟ انه يعني اصبح اللاعب اليوم طموحا ما في هامش للتطور، ما حد روح المنافسة الفردية اللي تنعكس في المصلحة الجماعية. صحيح. المنافسة اللي بينك وبين نفسك اللي انت تتخذها على اساس تطور من نفسك، هل احنا تعودنا على نفس الناس؟ يعني علي حرم ثقله في 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 وسط فريق الرفاع. صحيح. ومستويات اللي يقدمها. علي مدن طبعا من بعد العودة علي مدن اخر، مو علي. صحيح. مدن بداية الموسم كوميل الأسود متى ما كان كوميل في وضع الطبيعي، نعرف أن الرفاع في وضع الطبيعي. وأيضا برنس طبعا اللي من وجهة نظري قاعد يمثل 30% إلى 40% من قوة المحرق في الشق الهجومي، مش بس على مستوى التهديف، لا العمل بكرة أو بدون كرة، بكي باسز، يعني غيابه كان مؤثر أمام النجمة، يمكن كان من أسباب اللي أفقدت المحرق نقطتين بالميرة. صحيح. طبعا في خط المقدمة محمد صولة قدم لنا مباراة كبيرة، هدفين ولا أروع، يعني عمل فردي كبير بقدم صولة. علي منير يحسب له، علي منير يمكن في فترة من الفترات كان على حبيس الدكة مع فتح العبيدي، اليوم نشوفه موجود في تشكيلة الأسبوع، قدم عطاء رائع لفريق النجمة. وطبعا هشومي يمكن للأسبوع الثاني وبثاني مرة في التشكيلة، مهاجم شاب يمتلك كل المقومات والإمكانيات، يمكن ما سجل لكن العمل اللي قاعد يقوم فيه مع زملائه في أرضية الملعب يستحق الإشادة، وهاي تأكيد على أن الأهداف ليست المعيار في اختيار الأفضل. جميل. تعقيبا على كلام علي محمد، احنا في كل جولة عندنا 110 لاعبين، 22 لاعب في 5 مباريات، 110 لاعبين نختار منهم 11 لاعب. تصور محمد أن في 6-7 لاعبين دائما متكررين معنا. زين. اتوقع علي مدن في الـ في الـ في علي مدن. من بعد الجائحه انا بعطيك لسان موجود كل التشكيلات. امين سيد مهدي باقر ما كان موجود، احمد عبد الله، علي حرم، كوميل الاسود، هشومي، علي مدن، ذلين متكررين، برنس طبعا. زين. برنس زين، وين الباقي؟ الباقي وين الباقي؟ يعني وين روح التنافس؟ وين روح التطور؟ وين روح اني انا ابي اوصل؟
ما يصير يعني شيء غريب شيء غريب. وغير ترى مو زين حق المنافسه، المنافسه في دورينا قاعد يعني اصبحنا الحين من بعد الجائحه اذا تبي تشوف كره قدم النجمه والرفاع وبدرجه اقل للمحرق والحد والحد وغيرهم باقي الانديه مجرد قاعده تحاول تامن موقفها في سلم الترتيب. اتمنى ان ما تبقى من الموسم يحمل لنا خلينا نقول مستويات اعلى من جميع اللاعبين لترتفع المنافسة، خلنا نقول حدة المنافسة في آخر ثلاث جولات، مع أن من وجهة نظري يمكن نقول يوم الاثنين. أنا أتمنى أمنيتك لكن بس يعني بس الوضع إن شاء الله أطلع غلطان وإن شاء الله أن يثبتون لي أن أنا غلطان، لكن أعتقد ندائك متأخر جدا والله، ما في وقت انهم يصححون ولا في وقت انه يرجع ترجع المستويات تطلع فوق. انا اتفق مع ولو بشكل احد من المستوى ممكن يطلع ولو بشكل طفيف يعني. اتمنى على الاقل اني لما اشوف مباراه يعني اقدر اكمل 90 دقيقه واشوف فيها عمل فني كبير. انا اتفق مع محمد يعني تو ليت على ذي الشيء من كذي. انا اتمنى ما قلت بنشوف. يلا احنا انا اتمنى معك، نخلي امنياتنا على جنب وناخذ افضل لاعب في الجوله. مين كان افضل لاعب في الجوله حتى؟ افضل لاعب في الجوله يعني كالعاده احنا مثل ما قلنا متكرر يعني هو لاعب يستحق بصراحه. برنس انا صرت لعبت معاه فتره مثل ما قلت بعد في دوره الشيخ ناصر كان معنا في فريق النوايف. محمد يمتلك امكانيات هائله يعني الصراحه انا يعني استغربت ان هذه نادي الشباب من وين يابوه. هذه هو ابتدى من نادي الشباب صحيح. شلون يابوه يعني تدري يا يلعب بتمزق في العضله الخلفيه لين نهايه الموسم. تدري انت ويا الشباب هالموسم بس رجع يعني فت انه يلعب وما طول ويا الشباب خمس مباريات وراح المحرق. واتمنى ان المحرق يقدرون يحافظون عليه يحافظ يعني سرعته ما شاء يعني في التمرين معانا يطوف اي واحد باي سهوله. يقول لك ترى مثل منتخب نيجيريا على مستوى الفئات السنيه، وعلى حسب الكلام اللي احنا وصلنا ان ترى الايجنت ماله قاعد يسعى له في 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 الدوريات الاوروبيه واذا واصل على هاي المستوى بيقدر. اتمنى ان يكون يعني اضافه يبقى في المحرق على اساس يعطي الاضافه للدوري ويعطي هو اضافه للدوري اضافه للمحرق. هو كي بلاير يسوي لك كل شيء، يسجل يصنع يركض في المساحات يعني لاعب متكامل. وانا مثل ما تعاملت معه عن قرب متواضع بعد يعني لاعب متواضع بشكل كبير. انا اتمنى انه هو يتم في الدوري على اساس انه على مستوياته صعب علي وايد صعب بعد اذا المحرق معه اذا المحرق يبغي ماكو شيء صعب على المحرق صح. لكن خلينا نشوف معاكم افضل مدرب في هذه الجوله. علي بوليوس طبعا بوليوس بدون يعني منازع في هالجولة. قراءته لمباراته أو قراءته للمنافس، قراءته للجوانب الضعف اللي شافها وقراها واللي تمثلت في خياراته على مستوى خط الوسط. يمكن تعودنا احنا دائما على التغيير، لكن أنا أشوف أن اليوم الكابتن علي عاشور وجد ظلته في محمد قيوم اللاعب الشاب اللي قاعد يقدم مستويات كبيرة واللي قاعد برغم صغر سنه وعلى يعني الكاركترستكس اللي يتمتع فيها هاي اللاعب يعني عطته الأحقية بأنه يكون اليوم متواجد كأساسي في التشكيلة صحيح. توازنه بين دفاع وهجوم، تواجده كخط الدفاع أول أمام خط الدفاع في الحالة الدفاعية وفي الحالة الهجومية نشوفه دائما ما يدخل من الجهة اليسرى وهو ومرهون يسببون الإزعاج. قراءة أكثر من رائعة وجهه بنتيجة عريضة أمام أحد المنافسين على اللقب. مع أن ترى بوليوس بعد مو شيء جديد يعني خلنا نقول تنافسه على الدخول في 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 في, في, في افضل مدرب، لانه كان في احدى الجولات قريب من الكابتن خالد الحربان ولكن تم اختيار الكابتن خالد لاعتبارات. اليوم يرجع يثبت انه هو فعلا من المدربين اللي فعلا امامه مشوار كبير على المستوى المحلي، واتمنى انه يتوجه يمكن او انه يحالف خلينا نقول التوفيق ونشوفه في 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 انديه كبيره، لانه يمتلك العقليه الاحترافيه ويمتلك
الإحساس العالي يعني كابتن علي عاشور. كابتن علي عاشور نعم. نتمنى نشوفه على يعني رأس الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني ويقدر إن شاء الله. للأمانة يعني أنا من منبر بي إس إن اللي قاعد أشوف العمل، يمكن في ناس وايد تنتقدني أنا أو يمكن زميلي بعبد الله في 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 في, في الحلقة اللي استضافنا فيها الكابتن علي عاشور، بس اللي يتابع كرة قدم والمنصف فعلا في الإيجاب واللي يشوف عمله عن قرب اللي يشوف عمله اليوم، خصوصا الجرأة في يعني قالها أبو علي الجرأة في الاستغناء عن المحترفين، يعني انت صرفت ميزانية ولكن أيضا إدارة النادي وتفهمها لهذه الموضوع لدور، لكن كمدرب تتخلص من محترفين تعتمد على محليين لحد الحين بعد الجائحة قاعد يفوز بإقناع وقاعد يقدم لاعبين، يعني كل شيء ممكن انت يعني جميع الخصال الإيجابية اللي انت تبي تشوفها في المدرب ممكن انك تشوفها في الكابتن علي عاشور، من ناحية تقديمه للاعبين شبان، من ناحية اعتماده على لاعبين محليين صحيح. من ناحية حتى نظرته لما في عنده نواقص ما يروح يدور على اجنبيين، ها يعني كل يعرف التعاقدات اللي اخلصها نادي الرفاع حق الموسم القادم صحيح. بحرينيين، والعقلية الجديدة اللي هو صرحها من خلال من منصة بي اس ان بأن توجه نادي الرفاع هو للبحرينيين، فيعني ما توقع بعد في شيء الواحد يقدر يقوله أكيد. ولين احنا انتقدناك يا أبو الياس لبعض النقاط الفنية فهو مجرد يعني وجهة نظر في عملك وليس في شخصك أكيد. ولك منا كل التحية والتقدير أكيد. والياس هو يعرف أن احنا دائما كلامنا ونقاشنا ووجهة نظرنا على المستوى العمل، هو كان متواجد معنا ويعرف حق المعرفة طريقة تفكيرنا وطريقة نقاشنا وطريقة خلينا نقول توصيل وجهات نظرنا، هو يعي ذلك وهو يتقبل النقد اللي يكمن في العمل من أجل البناء لا من أجل شخصنة الأمور، وأعتقد هو عارف بعيد عن هذه النقاش هو استحق مدرب الجولة بجدارة واستحقاق. هو من وجهة نظري أنا وأعتقد تتفقون معي، أتمنى في يوم من الأيام وإن شاء الله ذي اليوم ما يكون بعيد مو بس يكون على رأس الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكن حتى لمنتخبات خارج مملكة البحرين، وأنا أقول لك مدرب على المستوى الدولي اليوم منتخبات أخرى. اليوم فريق الرفاع إذا خسر بطولة بيكون في نفس الوقت كسب فريق، يعني أنا أعتبر فريق الرفاع السنة ما خسر شيء صحيح. هو كان خارج المنافسة ترى صحيح. موضوع رجعته للمنافسة هذا شيء ينحسب حق الجهاز الفني والإدارة، لكن أنا أقول إذا فريق الرفاع ما ياب البطولة هو كسب فريق للمستقبل بصراحة. فريق نادي الرفاع إذا بيعطي هاي العطاء لسنوات قدام أعتقد صعب أحد يقدر، خاصة مع معدل الأعمار. معدل الأعمار صحيح. جميل، خلينا نروح حق التوب فايف آخر فقراتنا. عندنا أجمل خمس أهداف لهذه الجولة، نبتديها من الهدف الخامس في الترتيب. هذه الهدف هو هدف المحرق الثاني لإيفرتون، استعرضنا معاكم من خلال التحليل على هذه المباراة والأمور الفنية، فكان هدف إيفرتون الثاني للمحرق على الرفاع الشرقي، هو صاحب المركز الخامس في أهداف هذه الجولة. يعني تكنيك الكرة الرأسية يحسب له إيفرتون، لكن نعم. حمد دوسري يتحمل سوء تمركز رد فعل بطيء، وحتى يعني أتوقع يتحمل جزء من المسؤولية. في المركز الرابع خلينا نشوف هناك إعادة لهذا الهدف، نروح حق المركز الرابع لهذا الهدف، الهدف المحرق الثالث عن طريق البرنس، هو خطأ دفاعي أيضا لكن تعامل البرنس اختناصه والإحساس. أنت لاحظ أنت لو نرجع في الهدف شلون كان متوقع عملية التمرير، ضرب سبرنت قبل ما حتى صحيح. المدافع الظهير قبل شوف 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 السبرنت، أنت عارف أنه اللاعب بمر إحساس لاعب عالي، يعني فكر إحساس تنفيذ للأفكار على أرضية الملعب إن كان مراوغة تمرير تسديد، فعلا لاعب يعني صفقة معلم للمحرك فعلا. جميل، هذه هدف لبرنس أكيد اللي قدم عطاءات كبيرة وكان نجم هذه الجولة. في المركز الثالث هدف محمد صولة الثاني بعد مجهود فردي ومراوغة
مدافعي نادي الحد وبكل هدوء يسجل هدف. احنا كنا يعني محمد بين ذي الجول والجول الاولي احنا كنا مع الثاني او الثالث، لان في اللعبتين صوله قدم مجهود جبار فيه. نعم. لكن في هذه اللعبه هو اخذ اللعبه من نص الملعب وقدر انه هو يعدي المدافع ويكسر ويسدد. يمكن هني كان في مساحات شوي حق دربل، بس الجول الثاني على قولتنا في الضيج. إيه يعني ترتيب الثاني ايضا هدف صوله يعني قريب. شوف هني سلاسه في الحركه، سلاسه في الحركه والتغيير في الاتجاه والتعامل المثالي مع الكره. يعني بصراحه محمد، يعني محمد صوله من المحترفين اللي امكانياته كانت عاليه وخلت الجهاز الفني هو يثق فيه ويخليه. جميل. المركز الاول طبعا هدف من النادر انه يعني نشوفه في 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 تكنيك المفصل محمد في التنفيذ يعني، وانه ما اخذ خطوه يعني فعلا كوميل يعني لو فاز وهو اتوقع فاز يعني نسبيا الهداف له يعني هداف الدوري، واذا فاز صاعد يعني واتوقع انه راح يسجل في الجولات القادمه. لكن طريقة تنفيذه للتسديدة محمد، السرعة في اتخاذ القرار من بعد الترويض، استخدامه لمفصل قدم وجه المفصل مع شوية من خارج القدم محمد عشان يغير اتجاهه ويعطيها كيرف للخارج، حتى عباس ما توقعها. يعني فعلا تنفيذ أكثر من رائع، وما نشوف ترى مثل هالأقوال وايد في دورينا. احنا يعني كانت هذه افضل 5 اهداف لهذه الجولة 15، لكن ما نقدر نغض النظر عن هدف الجولة 14 اللي كان يعتبر من الاهداف الجميلة، وايضا ما نشاهدها بكثرة، هدف اللاعب عيسى جهاد لاعب نادي المنامة ولاعب منتخبنا الوطني امام نادي الاهلي، هدف بالفعل جميل. صح. جدا، وتنفيذ رائع، تنفيذ رائع من عيسى. الكرة مثل ما نقول احنا بلهجتنا لبست فريلة. صحيح. في زاوية تيم الكاميرا اللي تصير في وجه الجول، بتشوف اللعبة هني الكرة شلون لبست فريلة وراحت في يعني راحت في خط في 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 زاوية 90. يعني هدف هذه بس نشوفه احنا على في الدوري الاوروبي يعني. بس شوف تغيير الاتجاه، العوده في هذه الزاويه، شوف هذه الزاويه، شوف يعني هذه هدف بصراحه رائع من عيسى جهاد. هو لاعب مجتهد يعني، اتمنى له كل التوفيق وتوفق في ذي اللعبه. هدف جميل يعني، اختيار موفق محمد انه اكيد ابنه. أكيد. إحنا هني وصلنا معاكم متابعينا إلى ختام فقرات ونقاط هذه الحلقة من لوكر روم على قناة بيس أكشن على اليوتيوب. هذا اليوم علينا بس نذكر بجدول مباريات الجولة القادمة، الجولة 16 ضمن دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم. يوم الأحد الرفاع الشرقي راح يواجه النجم المنتعش. يعني الرفاع الشرقي دات لكم في هذا اللقاء الصراحة، يعني إذا وضعكم كما كان في اللقاءات السابقة ما أعرف شنو بتسوون مع النجم المتوهج. يعني الله يكون في عونكم. البسيتين راح يلاقي الأهلي وفريقين في صراع كبير على توقع الخاسر محمد راح يهبط، الخاسر راح هبوط مباشر في ذي المباراة. الخاسر راح يكون اللقاء الثالث يوم الأحد راح يكون الشباب والمنام. المنام مرتاح ما يعاني من أي ضغوط، راح يلعب مرتاح بشكل كبير. الشباب هو من يحتاج النقاط بشكل أكبر للهروب من مؤخرة الترتيب. يوم الأثنين مباراة القمة، المباراة اللي راح توضح بشكل كبير بطولة الدوري وين رايحة، في أي اتجاه رايحة، عراد لاف الحد راجعة على الرفاع، راح تبين من لقاء الرفاع والمحرق يوم الاثنين بإذن الله. ولقاء الحد والحالة أيضا راح يكون في الجولة 16. أكيد الحالة يريد الهروب ويقتنص هذه 3 نقاط من الحد، لكن الحد يريد أن يبقى في المنافسة، وأكيد عازم على أنه يخرج ب3 نقاط مهمة تبقيه على أمل كبير بأنه يكون بطل هذه النسخة الاستثنائية من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم 2019-2020. شكرا علي على تواجدك اليوم حبيبي. كل الشكر لك ولأخوي أبو علي وللأخوان العاملين.
موجودين خلف الكواليس ولجميع السادة المتابعين. أكيد شكرا حسن الموسوي يعطيك العافية. شكرا يا أبو منيرة وكل الإخوان اللي خلف الكواليس تعبوا معنا. إن شاء الله الحلقة عجبت المشاهدين ونشوفكم إن شاء الله عقب الجولة دي. أكيد أعزائي المشاهدين شكرا لكم على متابعتكم، سامحونا على الإطالة لكن هي تفاصيل نحب أن احنا نوصلها من خلال هذه الحلقة لوكال روم علشان تكون الجولة يعني بشكل مفصل أكثر وواضح أكثر لكم كمتابعين. نتمنى أن احنا وفقنا في إيصال الشكل اللي أنتم تحبون تشاهدونه من خلال هذا البرنامج. أي ملاحظات تقدرون تكتبونها وراح تكون أكيد محل ترحيب والأخذ بها في كل ما يساعد في تطوير هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من جميع طاقم العمل اللي انتم تشوفون احنا نسالف هني، هم يقومون بكل العمل وراء الكواليس، كل الشغل اللي يخلينا نطلع بهذه الصورة الجميلة واللي تستمتعون فيها هو عمل الشباب خلف الكواليس، يعطيهم ألف عافية. لكم أجمل تحية منهم، لكم أجمل تحية مني محدثكم محمد الشرقاوي، نلقاكم إن شاء الله بعد الجولة 16. حتى ذلك الحين تصبحون على خير.